مساء الخير عبر الـ LBCI LDC ولبنان الحر، وحمدا لله على سلامة أهلنا العائدين من غربتهم ومن وجعهم. وهذا هو عنوان حلقتنا الليلة، عاد من أين وإلى أين. أستقبل بعض العائدين من أعزاز مع أهاليهم، أستقبل الحاجة حياة عوالي، أستقبل الزميلة ندى إدراوس عزيز التي كانت حاملة همهم، وأستقبل الدكتور إلي كرم رئيس جمعية إدراك ورئيس دائرة الطب النفسي في مستشفى القديس جورجيوس وكلية الطب في البلامنت، لمعرفة كيفية خروج المحررين من ماضي الوجع والتأقلم مع العالم الجديد. ولكن بداية، هل يحق لنا طرح بعض الأسئلة عن الدولة وعن موقعها؟ بغض النظر عن إنجاز اللواء عباس إبراهيم المرشح لمناصب أعلى وأعلى، هل ثمت من يقول لنا أين كان الطيارون الأتراك ومن كان يخطفهم؟ أليست هذه فضيحة برسم قيادات ما تبقى من دولة لبنانية؟ هل ثمت من يقول لنا كيف تم إطلاقهم؟ أين كانوا؟ مع من؟ من أين أتى بهم الأمن العام اللبناني؟ ممن استلمهم؟ أين حطت طوافة الجيش اللبناني؟ ومن أين أخذتهم طوافة الجيش اللبناني؟ هل خضع خاطفهم للتحقيق؟ صحيح أننا أمام كارثة إنسانية كبرى على مدى 17 شهرا، هي خطف أهلنا الذين من حقهم الادعاء على الجهات الخاطفة، ولكن ألسنا أمام فضيحة أخرى عنوانها الدولة السائبة التي لا تحاسب، دولة فاقدة الهيبة ببلد حارد كلمين إيدو إلو، بحي الشراوني صار في جمهورية، بطرابلس في قادة محاور، بجبل محسن في إمبراطورية، ببلد الخطف على الماشي، ببلد مش معروفين مفقودين حربه الأهلية مع مين وشو صار فيهم، مين بيحمي الناس ببلدنا؟ البلد صار بلد قطع الطرقات، بلد تعديات على قوانين، بلد مخالفات الأبنية، بلد التعدي على البيئة، بلد كل حي صار في عنده جيش وميليشياته، بلد المساومات والفساد. وللتذكير، قطع الطرقات صفة صارت تجمع كل اللبنانيين، ما بقى حدا في يشوف حاله على حدا، ما بقى حدا يقول انه هو احسن من حدا، وانه هناك في فئة ناس اهم من ناس، ناس فوق وناس تحت. ضرب هيبة القوى الامنية صفة تجمع كل اللبنانيين، ما حدا احسن من حدا. فكرة ضرب الدولي والاستهزاء بالدولي تضرب الجميع. اعتداءات بالجملة، نافس بالكنيسة مثلا بيعمر خلافا للقانون بمحمية طبيعية، نافس بالمال بيشيد مخالفة بواد قديش المقدس اللي عايم بالمياه الآسنية، نائب سابق بيبني مدرج لزفاف ابنه الأمير ويليام بغابة أرز الرب، وتعابير من العيار السئيل على الهوى، كلمات من تحت الزنار ونازل سمعناها اليوم، يا حرام على أرز الرب شو أكل مسبات اليوم وحتى الرب كمان. سكان مخيم دبي بيعتدوا بالأبنية وبالمخالفات، ومسؤولة اللاجئين الفلسطينيين تستنكر ضرب حقوق الإنسان، ومنسألها هل بحق لها مثلا هي تبني ببلدها بشكل مخالف للقانون، أم هيدا بلد الكل ضارب عرض الحائط فيه. بعض سكان القاع علمة المصيد بليسا فاتحين على حسابهم وقياداتهم مش قادر عليهم، بلد فالت، بلد الزعران فيه أو بعض منهم مسكين بعض الطرقات. وبعد اليوم نبدأ حلقتنا قبل الوجع، وجع مخطوفي أعزاز، بوجع بيئي. تقرير يقود، بتأمل أنه يقود مضاجع الذين يسوقون لبنان في الخارج، لبنان الشط الأزرق، لبنان نقاوته، لبنان شوفوا أحلى شط بلبنان، شوفوا أحلى شط بلبنان بشو عايم. فيليب أبو زايد بتقرير موجع. عند البحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس. لحظة، البحر كويس؟ ما الهيئة؟ أنيس اللي قرر يتمشى نهار الأحد صباحا على الكورنيش البحري بتبي، بدل ما يشوف البحر الأزرق شاف شي تاني، مجرير عمد عينك والنظر عم بتنبع بنص المي، وحنان اللي اجت تفش خلقها بالبحر فشت خلقها للكاميرا. هيدا قرف، هيدا وسخ، وقام جرير ما عاش في مطرح واحد يقعد، يعني ما بعرف وين منروح منقعد، وين ما تروح أصلاً جاية. آخر شيء البحر اللي بيجي واحد بدي يفش خلقه فيه بطلع له منظر جيد. شو رأيك بالريحة؟ فظيعة. مسؤولية أول شيء للعالم، لأنه هني ما عارفين أنه هيدا
بيئتهم لازم يحافظوا عليها، لأنه طلع الجاي أصلاً هون يلا كل واحد بشيله بكيب بشيل بكيب، مش عارف إنه هو بس بده يتعب بيجي بيقعد يرتاح هون ليشم هوا نظيف ويقعد قاعدة حلوة، فبيأكلوا البرغش والجاي والريحة اللي بتفطس. هاي مسؤولية ومسؤولية الدولة كمان. حالياً نحن واقفين على جسر دبي، يفترض أنه نكون عم نشوف مية بحر حلوة ونظيفة، وإذ بتفاجأ بالريحة وبكمية المجرير والأوساخ اللي موجودة بالمي. مجرير كل الشط اللبناني وين ما كان، وشو بده واحد يحكي، أنا عطول الناس بتحكي فيها والأمور كله محله بضل، في شيء عم يتغير، خيبة أمل كتير كبيرة. هيدي المنطقة منتظر تكون مشروع سياحي وحضاري، ومفترض أيضاً أنه تحظى برعاية الدولة والمعنيين بالحد الأدنى لتكون خالية من الأوساخ والتلوث. وبعدنا عم ننق ونقول ليش ما في سياحة بلبنان، والسؤال بيبقى شو هي الأسماك اللي عم ناكلها واللي عم تترعرع بهيك مي، وشو هو مستقبل لبنان الأخضر اللي غنيله الراحل وديع الصافي، وهل رحل معه؟ وبالختام قمنا بأخذ بعض العينات من المياه لفحصها بالمختبر، فشو كانت النتيجة؟ توجهنا إلى مختبر الفنار لمعرفة نتيجة التحاليل اللي أظهرت وجود تلوث جرثومي ناتج عن مياه المجارير، خصوصاً الكولونيات المحتملة للحرارة وأشيريشيا كولي، أي أن معدل الكولونيات الإجمالية يفوق 5 أضعاف المعدل المسموح فيه ليسجل 2600، في حين أن المعدل هو 500 فقط، علماً أنه نتائج مختبر المياه مطابقة 100% لمعايير ومختبرات أوروبا. فيعطيكم العافية. نعم، للأسف أضعاف المسموح فيه من موجود يعني بالبحر اللي بنشرب منه، بنتسبح فيه وبناكل منه سمكاتنا. يعني هيدي عينة من قبالة دبي، فماذا في مقابل طبرجة؟ ماذا في مقابل ذو مكيل؟ ماذا في مقابل الدورة؟ ماذا في مقابل غير شطوط نازل فيها المجارير؟ 5 أضعاف المسموح فيه، يعني نحن عمليا بال 2050 من نقدر نتحملهم، 2500 عم ناخذهم مياه مجارير نازل بالبحر. عيب وفضائح بالجملة، برسم وزير البيئة، برسم وزارة السياحة، برسم يعني من تبقى من هذه الجمهورية، جمهورية الشانسونية الرسمية. سؤال ويب سايت الليلي، هل أنت مع أن يرفع المحررون دعاوى ضد خاطفيهم؟ نعم أم لا؟ بداية للمحور، من هم ضيوفنا الليلة في تقرير لنريمان شليلة؟ بعد مرور سنة وخمسة أشهر من الانتظار، أفرج عن اللبنانيين 9 ورجعوا إلى بيوتهم وعيالهم، ولكن هل من السهل أنه يرجعوا لحياتهم الطبيعية؟ شو كلفة الغياب على المحررين وأهاليهم اللي تابعوا الملف من لحظة الخطف وحتى لحظة الإفراج عنهم؟ وأهلا وسهلا يلي كنت مخطف جاب، وأني لما شفتك يا ابني من كل المرض شفات، ولما قالوا للحج علي لفا النار، ان شاء الله كل من إلي غايب بيلفي على اهله وبيفرحوا فيه مثل ما فرحت فيك. لما كنت انا بحرم الحسين كنت عم بطلب انه هذا الموضوع انه ما عادش فينا نحمله، يعني لو خلينا اذا فيك تحللنا اياه حللنا اياه. ليله الجمعه بالليل الصبح اجى الخبر. يعني اكيد سنه ونص معانات، قهر، ظلم، نزلنا على الطرقات، اهانات، تعرضنا لكثير، نعمل دوامين نحن بالاعتصامات. هذه كانت تجربه، يعني ماني ندمان انه صار معي هيك، او يعني ندمان انه جيت بالبر ما جيت بالطياره. سنه ونص معانات، قصه انه ما حدا طلع فينا من الدوله اللبنانيه وخصوصا الوزير ابو فاعون. انا شخصيا اتصلت معه وحكيت معه 3 مرات. ما عندي الشغل هلا صراحه، ما عندي، بدي احاول انه ادبر شغل. يعني أنا ما كنت مصدق إني برجع مرة تانية، لأن كنت الظروف اللي نحنا فيها عايشين فيها ما حدا بفكر إنه يطلع. طيب يعني بشتغل على جليت بلاط، عندي 5 أولاد، هلأ بدنا نشوف نجدد نشاطنا، نشوف إذا بنقدر نكفي ولا لا. شو بدي الحمد لله على سلامة طول، وهذا شيء من فضل من الله وكتر خير الله اللي الله سبحانه وتعالى يعني عوضنا علينا. فرحة ما بتنوصف، ضليت أول شهرين على أساس بعده البابا إنه بالزيارة،
وبده يرجع، انه احنا مطمنين كنا انه هن زوار عند الامام الرضا وانه ان شاء الله بيرجعوا هيك، بس كمان ما بتعرف شو هي الاحداث اللي بتصير انه يمكن ما يرجعوا. نور الزهراء حبيبه قلبي، اشتقت لها انا يمكن كثير لها، واشتقت لها كوثر لنرجس. قلت لها راجع البابا، قالت لي حلفه، قلت لها والله راجع، قالت لي طب يلا بدنا نقرا انا وياك الفاتحه، وبلشت صارت تقرا الفاتحه انا وياه انه لحتى يتيسر الامر. عندي فحوصات ودخول مستشفى، من بعدها حارجع تابع عملي اللي كنت تابع فيه. ثابت انه هاي القضيه صارت يعني بالحمله يلي انا مسؤوله عنها، حسيت انه لا لازم انه انا اتحرك، الاهالي على طول يراجعوني ما او اذا عصبوا او زعلوا انه انا راضيهم. نبدأ حلقة ليلي من كلام الناس مع الدكتور إيلي كرم. مساء الخير دكتور كرم، أهلا وسهلا فيك. الزميل العزيز ندى أندراوس، عزيز أهلا وسهلا فيك يا ست ندى. المختار حبيب القلب رجع يعني بكل كرامة بكل عزة، علي صغيب أهلا وسهلا فيك مختار. عزتنا من خلالكم أستاذ مرسال، انت رفعتوا انتوا رفعتوا لنا راسنا على كالحال بمقاومتكم يا حاج. اهلا وسهلا فيك ادهم، كان عم بيقول بيك تحت الهوى يا ريت عندي 100 ادهم، يعني واضح انه كان فخور فيك. وعلى كل حال كل الفتره السابقه كل ما كنا نشوف هذه اللحظات الانسانيه العظيمه انت وغامر المختار كنت فعلا يعني مدعاه تاثر لكثير من اللبنانيين. بدي بلش مع ندى قبل ما بلش مع الدكتور كرام واسمع شهادات ادهم والمختار. ندى انت كصحفيه يعني حامله هذا الهم، ولاحظت قديش كانوا متعاطفين، قديش كانوا يعني عم بيتعاملوا معك بحنان لحظه الرجوع. كيف تعطيتي مع هالملف؟ من اي باب دخلتي له؟ هل من باب صحافي بحت؟ من باب انساني؟ يعني ليش استلمتي هالملف من البدايه للنهايه؟ بالصدفة استلمت الملف أول ما عرفنا بخبر اختطاف زوار وبعودة الزائرات وقتها. كنت عم غطي تظاهرة دعما للجيش بالدورة، دغري كملت على الضاحية، كنت الأقرب. وصلت بتتكمش في صبية، هي بنت ضيف رح يفوت على البلاتو بعد شوي، اسمها فدك ترمس، بتتكمش فيه وبتطلع بتوجه كلام عبر الـ LBC مؤثر جدا وصارت تبكي. هيدا الكلام أثر بكتير عالم، اتصلوا فيه دغري، عملت حالة شعبية هالبنت وتعاطفوا العالم مع قصة المخطوفين. فتت أكيد من باب مهني، وفتت من باب هيك الطمع الصحافي إنه عم فوت على قصة شائكة نوعا ما، مش معروف شو خلفياتها، وعم فوت على مطرح دايما بخلفيات بعض المجتمع اللبناني. نحن عم نفوت على الضاحية الجنوبية، يعني شيء انجاز تابو، اكيد وانجاز وتابو لازم ننتبه. لقيت انه ناس طيبين مثلهم مثلنا، وانا على كل حال بنت جنوب وهن ثلاث ارباعهم من جنوب، يعني ما بنفرق بين بعض هون، مش تحيز بس هيدا واقع. وما فيك مرسال الا ما تتاثر بالجانب الانساني، خاصة وقتها ثالث يوم على الخطف بيطلب مني الشيخ بيير الظاهر انه بدنا نفوت نطلع من قلب كل بيت. فتت بنهار واحد طلعنا مباشر من قلب كل بيت، 11 بيت. وقتها فوت من بيت لبيت ومن شارع لشارع ومن حي ضيق، نقدر ما نقدر نفوت بالSNG، ما نقدر نمد كابلات، نفوت على بيوت صغيرة متواضعة جدا، تتأثر أكثر وأكثر. ما فيك تحط الجانب الإنساني بهي القضية على جنب وتقول أنا مهني بحت أبدا. واللي زاد تأثير أكتر وقتها رحت على إعزاز وتسكر الباب علينا نحن يومين، أنا وزميلي سعيد بيتموني وتانيا مهنا. وقتها رحنا إعزاز وأخذنا أدهم معنا وحسين إبراهيم خيو العوض إبراهيم، وتسكر علينا الباب يومين. عرفت شو معناته أنه الواحد يكون محجوز حريته. شو كان شعور؟ شو معناته واحد يكون محجوز حريته؟ محجوز حريته يعني الواحد مسلوب إرادته. شو يعني الدكتور كرام واحد مسلوب حريته ومسلوب إرادته؟ هي الخطر الأكبر أنه الشخص ما في بقى يسيطر على شيء، أنه ما في عنده حل، وبذات الوقت إذا كان في خوف، يعني خوف ما فيك تعمل شيء، يعني أنت علقت، وإذا علقت صرت أنت ما رأسك صار يشتغل بطرق كتير 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 بتسميها بدائية، نعم. بلا تفكير،
بتصير بالخوف بيقوى عليك وبتصير دماغك يشتغل بطرق اللي انت ما معود لقبل، بصير تاخد فكرك بتيجي فكرة وكل ما بترتاح بترجع بتيجي فكرة وبيشتغل بعدين من فرجية مركز معين بالدماغ هو ببلش هو يسيطر على تفكيره. طيب هون أحبابنا الرجيم من أعزاز طبعا تعرضوا لحالة صدمة، حالة التروما، شو تعريف التروما؟ تروما بمعناها العام اللي هو بيهمنا أكثر بالحالة اللي مرقوا فيها هي عدة أشياء بتصير سوا، يعني بيمرقوا بأشياء اللي هي بتهدد لهم بحياتهم وهي بتهدد لهم بسموها قديه إن فيهم يكونوا متماسكين مش بس جسديا بس نفسيا، يعني التروما هي اللي بتهددك بكيانك وخصوصا إذا كانت عم ترجع تتعاود وتتعاود تتعاود، مش بس إنه انخطف، يمكن يكون خطف وفي حد وإشي عم بتصير هل هي تذكره بالخوف أو كلام بيذكره بالخوف أو بالتهديد، هيدا الدماغ هل هو ممنع ومعود له بدي يبلش هو هلأ يبرمجه ويبلش يتعاطى معه بطريقة وعادة لوحده، يعني حتى لو كانوا 10-15 واحد شو ما يصير في حكي بين ما بيقدروا يعملوا ثيرابي جماعية، يعني ثيرابي جماعية عند حدودها، يعني فيهم يقدروا ما يقدروا يفوتوا بالتاني يعني. هون بدي أسألك مختارنا علي صغيب الحمد لله على السلامة، أول ما دخلتوا إلى مرحلة الخوف وتأكدتوا أن أنتوا صرتوا مخطوفين، يعني هل خلص دخلتوا إلى مرحلة الخوف أول ما دخلتوا إلى المرحلة اللي خلص عرفتوا أنكم أنتم مخطوفين بلشتوا تخافوا؟ تيقنا أننا مخطوفين بداية. أستاذ مرسيل أنا يعني كتير ممنون ومشكركم على استضافتكم إلنا، وبداية منوجه تعازينا لأنه كنا غايبين بشهداء الانفجارات اللي صارت رويس وطرابلس لأنه كل نقطة دم نزلت باعتبارها نزلت مني ومن بيتي ومن أهلي شقليل. اثنين خصوصا كمان وفاة حبيبنا وعميد لبنان المرحوم وديع الصافي اسم الله عليك الله يخليك طول عمرك يقينا عم بحكيها ومن القلب شقليل. والله نعم لأنه خسارة للبنان كله أستاذ وديع. اثنين أنا وصلتنا أخبار بمرحلة لما انطلعوا أهالينا على القصر الجمهوري واستقبلوا بباركينج بالوقت اللي لازم يستقبلوا بصالون يليق بها والعالم هيدا مأخذ. وبالمرحلة الثانية الرئيس أبونا كلنا مسؤول عنا كلنا شقة أم أبا وإلا يفل عن رئاسة الجمهورية هالقد. لحظة اللي انخطفنا كانت حالة رعب لا توصف. لا لأنه أنت بأمان الله إنسان جاي من زيارة، زيارة لمين؟ لا أولياء الله صالحين صحيح علي بن موسى الرضا إمام من أئمتنا الاثنى عشر نعم ابن بنت رسول الله يعني كل المسلمين هاي بيمصموا فيها بصلة القرابة يعني للرسول عليه الصلاة والسلام. اثنين كنا بتركيا انه بإيران المقام خلصنا وجينا على تركيا كمان بتركيا في مكان ما ولد النبي إبراهيم عليه السلام خليل الله حبيب الله وفي قصر النمرود وفي مقام اسمه هلا بتذكر عفوا زرناه وفلين يعني انت بهلا انت بجو روحي جاي أيوة جو روحي كامل بالضبط بتوصل لمحل كمان فورا بيعطوك تأشيرة الخروج يعني ميسرة ما في عرقلة بالموضوع لا. سواء من المعبر التركي أو المعبر السوري بتطلع من المعبر السوري بمية متر أو 150 متر بالكثير تنقلب الصورة تماما بالعكس إرهاب مش معقول لا بهاي الروحية اللي انت فيها فجأة بيطلع بسبعات وكلشنات وبكسيات ومش عارف شو وصرخات وبوجهك يعني وعجنابه ومن ورا منظر مهيب بلشت نسوان صريخ قد ما يكون إنسان جلمود في لحظات إنسان بالنتيجة صرنا نروقهم قد ما فينا وطولوا بالكم كذا بس أستاذ مرسيل اللحظات الأولى
أنا خفت على النسوان ما حدا يحكي معهم كلمة طبعا، وأتمنى أنه بديهم أنا لحالي بهذا الوضع، وهذا اللي حاولنا نفهمهم إياه. يعني طلعوا على الباص بشكل مش معقول، أنتوا كذا أنتوا كذا، شتائم وسباب وعيطة، أنتوا جماعة حزب الله، أنتوا جماعة الحرس الثوري، أنتوا لحتى واحد يعني قطع هذا الحديث، وجه لهم انه اسكتوا ما حدا يحكي، وهو اخذ الحديث قال انتوا شو؟ قلنا له نحن لبنانيين. شو لبنانيين؟ قلنا لبنانيين يا اخي، اعطونا باسبورات، اعطينا الباسبورات، كلنا لبنانيين، ما معنا ولا جنسية تاني. فورا خفت حدة الكلام. ف وين كاينين؟ قلنا له اخي نحن كاينين عم نزور هاي اللي ذكرنا وجايين. بلش يطلب منا ننزل على الارض، ووقف واحد على باب البولمان حمل كيس، قال كل واحد معه تليفون يحطوه. حطينا التليفون بالكيس ونزل. يعني قد ما احكي انا ما بوصل لحقيقه الشعور اللي كان بهاي اللحظه. عظيم. هيدي يعني المرحلة تقريبا صرنا بنعرف هذه التفاصيل. بدي ارجع انا وياك عن فترة السجن. يعني مثل ما فهمنا انه انتو رحتوا اكتر من فترة، يعني نقلتوا من اكتر محل. نعم. تتذكر كم محل نقلتوا عليه؟ يعني بينقال 9 بينقال 15 محل. 16 محل، لاني حاصير عندي مذكرات بالموضوع. كتبت كل شيء بس ما خلوني طلع. مين اللي ما خليك تطلع؟ يعني حزني بقدر فرحت حزنت، لانه في شغلات كتير حلوة. شو كتبت؟ عظيم. شو كتبت؟ كل شيء. كانوا عم يقشعوك مثلا؟ كانوا قشينك عم تكتب؟ ايه بس ما يعرفوا شو عم بكتب، ما يدققوا مثلا. شو تكتب؟ نكتب شو يصير برا، نسمع اصوات، شو عم شو كنت تسمع اصوات؟ مثلا نايم زميلنا وطلعت قذيفة الدبابة من تحت الشباك. نعم. كيف قفز وقام بالعينة؟ بتضحك وبتبكي بنفس الوقت. بتبكي انقهرت على اللي إلك وعلى نفسك، وبتضحك على الحركة. قديش بريئة الحركة بس بتضحك عليها. طيب شو هي اللحظات اللي يعني حسيت فيها انك ضعفت مختار، انك خلص حسيت انك بطلت قادر تقاوم؟ يعني لما عرفت انه ادهم جاي لعندك شو كان شعورك؟ ولما فل ادهم من عندك وحس ادهم انه ترك قطعة منه، هو وندى وتانيا وكل زملائنا الاعلاميين، اهله بيو واصحابهم بقيوا هونيك وهو رجع، يعني انت شو كان عندك هذا الشعور؟ هيدا الشعور بعدني عم قولها لست ندى، انه كاتب هيك شوي بهيدا الموضوع وقت اللي طلبوا. اختش جسمي. انا شبهت حالي بجلمود صخر مباشرة، بس سمعت صوته دبت. هو نفس الشيء. دبت. يعني هلأ دب، هلأ عم يبكي ادهم. يعني ما تخلونا نحزي. نعم. طيب فلو كان عندك شعور رح يرجعوا يعملوا لك شيء؟ كان عندك شعور خوف بس خوف عليهم؟ اي طبعا. وكيف طمنت عليهم على التلفزيون؟ ما كان عندهم تلفزيون. ما عندنا بوقتها كان تلفزيون. ايمتى بلش يصير عندكم تلفزيون تسمعوا اخبار؟ بالاماكن اللي ينقلونا عليها في اماكن يكون فيها تلفزيون. وين؟ بعدة اماكن كان فيها تلفزيون، مثلا بالمعسكر بغرفة قائد المعسكر اللي كان. نعم. اسمه ابو شوقي. كان في تلفزيون. ونحضر نواكبكم، حتى حضرت حلقه من برنامج كلام الناس مع اطفال، استضفت اطفال الانفجارات. ايه صحيح، الاطفال الانفجارات مؤثره وذبحتنا اكثر منا مذبوحين. لانه انت الحلقه تاثرت فيها كمان. صحيح. بطريقه صحيح، يعني ادميتها معصمي مثل الاسوار الادوات معصمي ذبحتني. كان عندكم امل انه رح ترجعوا مختار؟ ايه. من شو هذا الامل جاي؟ هذا الامل من الاطمئنان الداخلي بالله سبحانه وتعالى. كنت تصلي؟ طبيعي وزدت الصلاه اكثر. شو كنت تقول؟ ختمنا القران اكثر من 20-25 مره، ما بعرف كم مره بالضبط القران. كانوا خلوه. شفتك بالمطار عم بتقول هو لا بيعرفوا اسلام. ايه. ولانه المسلمين. ليش؟ لانه من خلال القران اللي ختمته كذا مره وصرت حافظ اغلبه، ما تطبق شيء معنا منه. كيف كانت عم يعملوكم يعني هون نحن ضايعين، لانه سمعنا حدا منكم بيقول إيه؟ نحن ما تعرضنا لخطف. إيه؟ لضرب ولا لتعذيب جسدي ولا لعنف، بينما سمعنا وشفنا عباس شعيب عم بيقول انه هو انضرب.
ايه انضرب، قد يكون انضرب وقت اللي هرب، قد يكون انضرب طبعا. استاذ مرسال، هلا انا عندك انت ضايف يا خي واسات الادب بلحظه من اللحظات، شو بدك تقول لي يعني؟ شكرا. هو طبعا ما اساء الادب، حاول يهرب صحيح مثلا يعني عم قول نعم، وهي عم يهرب من بين دين مسلحين وفي جهه ضربوكم هني، عنفوكم لفظيا، حكيوا معكم بشكل في اللي خليني مرق هالفلاش، قول اللي بدك اياه. اقسم بالله العظيم من لحظه ما اخذونا من مكان التوقيف على المكان اللي نزلونا فيه بالطريق، قصولنا هاي البلاستيك اللي بيربطوا فيها الايدين، والشخص اللي سايق صار يصب مسؤوله لانه تاكد انه ما بقى يفلتنا، هي على اساس انه كلمتين وتاكدوا مين وهويات ونفلت. لما تاكد هذا انه مسؤوله بده ياخذنا ويعتقلنا يعني بطريقه اللي هن ضايف ما ضايف، المهم اعتقلنا يعني، صار يصب وقال هيدي اكبر تيجي، هيدي كذا هيدي كذا. ابو ابراهيم دهشت انا لحظه، عن ابو ابراهيم، عن ابو ابراهيم عم تقول ندى ابو ابراهيم؟ ايه صح ابو ابراهيم، ما هو امير كان. نعم هن صار رجعونا لغابر الزمن وللامارات يا ريتها امارات شرف. طيب رح ارجع لك، بدي اسمع ادهم. ادهم، هاللحظات اللي كان فيها المختار غيب، كيف تعاملتوا مع الموضوع؟ شفناكم اعتصامات، شفناكم تحركات، بس عمليا في وجع، في إدارة بيت، في مشاكل عائلية، هالمسألة كيف تعطيتوا معها؟ يعني مسألة أنا شخصيا استقلت من المشاكل العائلية، كان عندي هم واحد، وهذا الهم يمكن كتير من الناس عرفوا لما قابلت الوالد وندى بالأخص سمعته، وقال أنا كنت ناطرك لتجي وعارف أنه أنت رح تجي. وقبل ما نفل قال لا لندى الكلمة، قال لها هذا الشبل من هذا الأسد. وأنا بعرف أنه الأسود بتعيش بعرينة ما بتعيش بين الضباع، فظيع. فأنا ندرت حياتي لهذا الموضوع، وحتى عائلتي الخاصة يعني زوجتي وأولادي قلت لهم في قدامكم حل واحد، إذا ما رجع بي تعيشوا لحالكم، لأنه أنا بكون بلا ذرة شرف أو وفا إذا ما برهن حياتي كلها لإنسان رباني 32 سنة أو 33 سنة تأخر شيء اتركه قاعد بمحل بس لأنه أنا يمكن مجرد إنسان أو ضيف. أنا مني مجرد إنسان ضيف، أنا ابن أسد. مين خذلكم بهالفترة؟ يعني في ناس فينا نلومها، في قول ناس لا. قول قول قول، يعني نحن كنا بنعتمد، مش خذلان، أنا بعتبر أنه ظلمونا، ظلموا الحج والشباب اللبنانيين ببعض الاشياء اللي كانوا يعطونا اياها مثل ابر التخدير. مين كان يعطيكم هالابر التخدير؟ بعض الاحزاب، الدوله اللبنانيه، بعض الوزراء، بعض كذا. ضحكوا عليكم يعني؟ مش ضحكوا علينا، هن كان كمان يضحك عليهم. وقت كنت بدك تفش خلقك لمين؟ تلفن لندى؟ لما مين كنت تحكي؟ كنت احكي مع ربي، ورحت لعند امير المؤمنين عنا الامام علي بن ابي طالب على مقامه على العراق، حطيت همي كله عنده وقلت له نحن عزتنا منك وكرامتنا منك وشرفنا منك، وإذا ما برجع أنا والوالد لعندك بزورك أنا بخاصمك وما برجع بحكي. هذا اللي هذا اللي ممكن نشكيله نحن، بس الباقي ما بهمنا نشكيله، بهمنا نفهمهم أنه نحن منا ضعاف، بس أعطونا مجال، ما قادرين تحلوا اتركونا نحل، أو فهمونا الحقيقة شو هي، لأنه من أول يوم نحن حاولنا. نحن عنا عادات، أنا بحكي يمكن مش عن العيال كلها أستاذ مرسال، أنه نحن عنا تعرف العين وبالعين والسن وبسن والبادي وأظلم. من اللحظة اللي أنا سمعت فيها الخبر أنا أخذت إخواتي، لأنه هو اللي أنا بمون، نحن من بيت أب نعتبر أنه قضى كل عمره كرمال غيره ما كرمالنا، وقال له واجب علينا أنه نحن نضيع عمرنا كرماله، وطلعنا على مطرح نقدر نحن نأذي اللي أزونا فيه. نحن وعلى الطريق سمعت سيد حسن نصر الله، الله يوجه له كل خير، قطع علينا هذا الطريق بكلام وحطنا قدام خيارين الاثنيناتهم مرين. اول واحد انه نكسر كلمته، وهيدا كتير صعب يصير حتى لو بدنا نضحي بولدنا. المشكلة الثانية انه نصبر ونصبر، نحن بنعرف انه ظلمناه، يمكن اخترنا فترة طويلة ما نكسر كلمة السيد لانه بنعتبر جزء من خطفهم هو كرمال هذا الموضوع. ندى، قبل ما ارجع للمختار ببعض الاسئله السريعه واخذ تعليق الدكتور، يعني مساله المختار علي صغيب وادهم، كيف هل تعاملتي معهم بشكل، لانه واضح انه انت عشتي هذه المحطه الصعبه باعزاز، بعد ما رجعتي ادهم عائله المختار كيف كنت تعاملي معه؟
مش بس أدهم وعائلة المختار، كل العيال، لأنه قعدنا يومين من الصبح لعشية ونصوم معهم، نتسائب يسكروا علينا نصور معهم، وكان رمضان وننطر الأكل يجيبولنا إياه نحن وجوا ونفطر. فكنت أقعد مع كل حدا منهم ونقعد نحكي مطولا مع المختار، قاعدة شي ساعة مع عوض إبراهيم. ليش صرتي موضع ثقة هالقد لإلهم؟ لانه مارسيل ما فيك الا، برجع بقول لك، الا ما تتاثر بهالجانب الانساني. انا صرت اتخيل انا وسعيد بيتموني كنا سوا نقطع الحدود مشي بالرجعه عن معبر باب السلامه وعن معبر كليس التركي، نحكي على الطريق انه تخيل لو حدا من اهلنا مخطوف، او حدا خي او بي او زوج هو اللي مخطوف، وانا عاجزه اني طلعه. عزمني العزيمه ابو ابراهيم كاعلاميين وفنانين، وحسيت بحسرة كلبنانية إنه أبو إبراهيم ومجموعته عم بيتمسخروا على الشعب اللبناني، عم بيتعاطوا بفوقية معنا، في عندهم حقد، وكل واحد كان عم بيخبرنا إنه وين خدم بلبنان وقت الوصاية. قلت له وقتها لزميلي إنه يعني بوقت الوصاية ومعد الوصاية إنه فوق إنه تحت. هيدا اللي حرك فيه هيدا الشعور، وأكتر وأكتر إنه كنت على تماس يومي معهم، كل يوم نتعاطى معهم ونفوت على بيوتهم. أكيد الدفي زاد أكتر وقت رجعنا، وقت أدهم غافلنا وراح طلب من أبو إبراهيم إنه ياخده محل بيو. أي هاي القصة بدي أسمع. وأنا كيف صارت هاي؟ كنا فايتين أول يوم، اجا تحذيرات انه ما نفوت معهم، تبين بعدين انه في وسيله ما استعملت لمحاوله منعنا نفوتهم. رجعت انا نطرتهم وتانيا استلمتهم لقلو لحسين ابراهيم وفاتوا. فتنا، قال لي ابو ابراهيم، قال لي انت كيف بتخليهم برا؟ انا برا، وانا وقت اقول لك انه ضيوف وما راح اتعرض لحدا، يعني انا بعطيكي كلمتي. وما تعرضوا لهم لا لحسين ابراهيم ولا لادهم، مع انه ادهم عرض خدماته على ابو ابراهيم بس مش قدامي. وطلبت منه وعد انه ما يعملها لانه على مسؤوليتنا نحن. راح ما قبل، رجع معنا، شاف بيو نهار، تاني يوم نحن رجعنا خلونا نشوفهم، تالت يوم خلاني ارجع فوت بس ما خلاني اشوفهم للمخطوفين كانوا موعودين فينا. ايه لما عرفت، لما عرفت بهالمساله اللي عملها ادهم، شو كان شعورك؟ بدي اسالك لك انت استاذ، بدي رد السؤال لك وانت جاوبني، ورجاء بترجع رد علي. أنا عندك أولاد ولا لا؟ لا، بس بقدر بعرف شعورك، يعني بقدر بعرف. ما في داعي. طيب مختار، بدي أسئلة سريعة تجاوبني عليها، لأنه بدي أسمع تعليق البروفيسور كرام وبدي أرجع أسأل بعد أدهم مجموعة أسئلة. يعني بتقول حضرتك أنه كان هناك جهة من مصلحتها أنكم تبقوا مخطوفين. طبعا. مين هي الجهة؟ استاذ مرسيل ما بيعرف؟ أنا عم بسألك. بعرف بس ما بتعرف؟ بدي أسمعها منك. مني أنا ما رح أقول، تعرف لا؟ لا، لأنه ما رح حدا يصدق. شغلة واضحة، نحن بلبنان كان عم بيستعملوك، بيشرب السياسي مع الببروني. بتضحكوا علينا؟ أنا بدي فوت حط مبلغ من المصاري للخاطف ليطعميني ويسقيني ويزلني هونيك، وأنا اسمي لبناني وحياة، هاي بدي كبة ما لي الشرف فيها. ليه؟ لانه ما مثلت لي شيء الا هلا. شوف هاي المرحله، هاي المرحله اللي صارت، لولا اقدام هاو الشجعان الابطال اللي اسمهم مجموعه زوار الامام الرضا، هاو بيعرفوا شو هو الامام الرضا، احترموا الامام الرضا ما احترمونا قلنا. انتوا عم تدوسوا على كرامه الامام الرضا، حاشا لله لاولياء يذلوا، لولاهم نحن بعدنا ومستحيل نطلع. مش نضحك على بعض ولو، وانت ابوها استاذ مرسيل بتعرف. وانا عمري 57 سنه، الله يطول بعمرك. 12 سنه كانت باروتي بكتفي. مع مين؟ سعاده المقاومه فتره. هذا شرف طبيعي. نعم. وبدروا يوقعونا بكلمه شعبك ما بينحني. مش رح ينحني شعب ولا ينحني. طيب انا قلت لهم اذا انا بتقتضي مساله انه هذا الموقف الطالبينه يقطعوني قطع ويحطوني بكل مكان قطعة، حب قلبي من العسل، ويبقى هيدا شعب شامخ دفع اللي ما حدا دفعه بالعالم. طيب ليش سجلتوا هلا بتنزلونا؟ ليش سجلتوا ليش قبلتوا تسجلوا هالرساله اللي فيها ذل؟ رساله شو؟ اول بي اول رساله بعتوها، شو بعت؟ طلبتوا من السيد يعتذر، وطلبتوا انتم انه انتم بضيافه ومكرمينكم وغيره. إيه؟ تقريبا لمحتوا الى دور ومسؤوليه الحزب وغيره. ليش قبلتوا؟ انا ما قلت هذا الكلام وما بقوله.
عباس شعيب قاله يصف الشقل اللي قال انا ما بقول فرض عليهم فرض عليهم 100% هن بيد خاطفين يعني نعم. فرض عليهم يسجلوا هيك بيقول عباس انه كان عم يبعث اشارات حتى للمقاومه تفهم عليه تاكدتي شيء من الموضوع ما عندي فكره ما بعرف ليش عم تطلع بادهم يا مختار لانه استاذ مرسل اسمح لي بس تفضل انا الوالد ابا انا لما اقول بي اسد بعرف شو عم بحكي انا لما كنت هونيك قال في شغلي انا لما اذكرها يعني هذا الكلام كبوب الزباله يعني في ناس وراي طالبين احكي هذا الحكي نعم ببعض الاتصالات انا مسجل الاتصالات كلها اللي جرت معهم مع مين مع الوالد والشباب كان اول ما يبلش الحكي يذكر هاي الشغله انا اعرف انه عم يطلب اشياء وما تعملوها لانه فشروا يكونوا اذكى من انسان اول شيء هو لبناني تاني شيء هو من هاي البيئه بالذات كان يطلب مثلا اوقات منا اشياء نزلوا اعملوا هيك وحملوا يافطات اكتبوا عليه اسم طل الملوحي والحسين الهرموش نعم بس يكون ذاكر الكلمه قبل انت كنت تفهم عليه طبعا طيب دكتور كرم يعني بوضعيه مثل وضعيه الحج كيف بده يرجع يعني واضح انه الحج عنده عتب عنده نقمه عنده تمرد وشفته شال هالهويه اللبنانيه اللي بيقول انه بيوم الايام ما عملت له شيء وما ساعدته بشيء ويمكن اليوم حتى سمعت حديث له بيقول انه لما شعر بحزن كبير لما دخل الى مطار بيروت اللي بدي اساله ليش طيب هذا الشعور هل هو شعور طبيعي هلا قبل مختار مثل كتير ناس نعم. في عنا عشرات الوف المفقودين بلبنان ومخطوفين من كل الجهات ويمكن ما معروف وين صاروا يمكن ماتوا يمكن مش ماتوا هالحرب الحروب اللي صارت وسخة كتير وبغير حروب برات لبنان ودرسنا وشفنا وعينا عراقية وعينا سورية ردة الفعل الأولانية إذا بدك تقعد تحكي مع المختار هوني أول شيء ما فيك تتكل أنه هيدي هي ردة الفعل وراح يضلوا عليها ليش لا؟ لا تقلك ليه حتى لو هو كان أكيد منه هلأ اليوم نعم. هو لأنه في دماغه اللي عم بفكر بده يبلش بس هو مش عم بيقول كل اللي بقلبه بعده ولا الكل اللي بعقله ولا يعني واضح انه هو بعده الحديث هلا عم بينبش على كلماته تما يفجر كل اللي عنده وبيطلع هو وأدهم مع بعضهم عاملين قياس للكلمات اللي بده يقولها طبيعي عاملين حسابات البيئه طبيعي. عاملين حسابات الحزب صح او لا يا مختار طبيعي ايه او لا يا مختار والله انت تقرا لغه العيون جدي لا هو أدهم مقسمين الادوار خليني ايه اكيد ايه وطبيعي وهذا الذكاء وهذا الانسان طيب بس هون هن مش عم بيطلع هو اللي عنده ولا ادهم عم بيطلع اللي عنده ماذا مش مهم مش جاي يعمل هون ثيرابي ونحن مش هيك طلبنا منك مع فريق العمل تبعنا نجتمع مع الشباب قبل لانه تنتاكد انه ما يكون في اشياء عم تنحكى فيها وطلبنا اذنهم وحكينا معهم وكانوا كتير متفاهمين تبع نفوت بمواضيع اللي محتمل يعني لاحظت المختار مرات عم بيبكي بيجي الدمعة بتعرف على التلفزيون مرات المشاهد بحب يشوف ايموشنز نحن اتفقنا سوا انه ما رح ندفش بالاشياء يعني وقت حكيك عن الازيف المدافع والدبابات يطلعوا حدهم زيت كلمة انه عم بيضحك بس هي كانت خوف شديد جوا يعني فهمتي العوارض اللي بتصير معه للشخص اللي بيصير معه صدمات هيك وقت يبلش دماغه الدماني نعم بده يرجع يسيطر على الخوف بده يطلع بشيء هيك يمكن يقول لك انا مش لبناني وبعد شوي يقول لك انا برب بعدين يقول لك انا عمره ما يكون لبناني ويمكن يشكر بفلان ويمكن يسب بفلان لانه دماغه بالوقت الحاضر عم بيركب احسن اذا بدك ميزان تهو يقدر يكفي الحياه هو انسان عينه اكثر بكثير من ما هو مستعد يقول لك صحيح نحن ما بدنا اياه يحكي اكثر طيب الكتاب اليوميه اللي كان عم بيكتبها المختار قديش ساعدته على تخطي يعني نحن طبعا المختار اكبر وعم بيقول جلمود ويمكن ادهم عم يتبسم نحن كمان عم نعمل له فحص للمختار بس هالكتاب اليوميه قديش ساعدته للمختار على تخطي حاجز خوف لكل انسان بيضعف فيه طبعا كان عم بيصلي كان عتلين هم عائلته كان عم مبسوط بادهم بنضاله كان محاط بمش يعني هذه طبيعي. الكتاب اليومي ليش ساعدته على تخطي كل هذه المسائل يعني وقت صور بدك بس باختصار دكتور كرم وقت فينا نحكي عنها بعد شوي اللي عم بيشغل قسم من دماغه هل هو المنطقي نعم كل ما بتشغل راسك
يعني عنده فترة، هو عنده فترة، عنده فترة انه يقدر يشغل قسم الدماغ اللي هو منطقي تيقدر يحارب الاشياء المناطق بدماغه اللي هي الاميجدالا اللي هي كلها خوف او نرفزة بالكتيبة، عم بيضلوا يستعمل قسم من دماغه تيضلوا متواصل مع جوا، صار في هيدا عم بيتواصل مع جوا. مشان هيك هاي طريقة كتير 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 مهمة، وكتير اشخاص استعملوها وقت كانوا مخطوفين وكانت تساعدهم. طيب رح طبعا انا بدي اقول انه في عنا مجموعة كبيرة بعد من مخطوفي اعزاز، محرري اعزاز موجودين خارج الاستوديو، بس نحن عم نستمع الى دفعات. انا بدي اجابات سريعة منك مختار، وبعد بدي اجابات من ادهم. مختار، يعني اي متى تمرت على الخاطفين؟ شي نهار حسيت تمرت وقفت بوجهن؟ تاني يوم تالت يوم بس لفلينا، واني اتحدى كل البشر. كيف كنت تتحديهن؟ بالمنطق وبالفهم. شو كنت تقلهم؟ انا مؤدب، نعم، بادبي وبخلقياتي خليتهم يقولوا لي مختارنا شو بنعمل بهاي المساله، اف مختارنا شو هذا الوضع اللي عايش هيك. نعم، عن شو كانوا يسالوك؟ الى حد لك المسحه نمرق لك اياها. نعم، الشاب اللي كان قاعد حرس علينا ومتولي حمايتنا، قلت له العمى بقلبك بعيد عن سمعين، ولا انت حمار دائما مبين. والله العظيم قال لي حبيب قلبي يا مختارنا، عارف شو انت حمار؟ يعني عارف حاله حمار، لانه قال لي اثبت لي يعني. قال لي هذا الكلام ما حدا قال لي اياه الا بيي وانا وانت. قلت له شو بيقول لك بيك؟ قال لي بيقول لي بيي بس يكونوا اثنين قاعدين انت حمار ما تحكي. يا ايش، قلت له شفت انه انا عندي فراسه. شو هذا الشر؟ هل تعاطفتوا بمحل محلات مع الخاطفين؟ رح نسال الدكتور كرم عن هالساندروم بعد شوي. تعاطفت معهم؟ ليش بدي اتعاطف معهم؟ لا، ساندروم دستوكهولم. في منهم كانوا متعاطفين معهم. مين؟ تعاطف؟ ايه في منهم. تعاطف كيف يعني؟ يعني مثلا صرت تفكر معهم، تعطيهم اعذار. بدايه الوضع، بدايه الخطف، ايه، وشفنا حالتهم، شحاطات، ثياب مبهدله. هلا هو شعار بوقت معين بس. بصراحه يعني اغلبهم بيلبس شحاطة، شعارهم مش حاضر. ابراهيم استقبلنا فيه، وابراهيم نفسه كله مش حاضر. اوكي، وهو عميد وامير. هلا بعد ثلاث شهور تقريبا او اكثر شوي من وجودنا معهم، سبحان الله بسحر ساحر، رناجير، بدلات، بلدات، اجاهم تمويل، اسلحه اوتوماتيك، كان معهم بكشين، صار معهم سلاح حربي عادي. طيب هون عم بقرا لمحمد منذر بيقول انه لما انتفض محمد منذر خرجوا فيه الى العراق وعلقوه بالاصفاد تحت الشجر وضربوه. ضرب صحيح؟ ايه. مين؟ اي فترة؟ كله من وراء المختار. من وراك انت؟ نعم، لانه كان الدواء مقطوع. ايه؟ وما بدي اطلب دواء. ايه، دواك لإلك. نعم. اوكي، شو عمل هو؟ اخ، انا عندي قلب مفتوح ومركب شرايين ومعدة مرتين، عامل عملية معدة. كثير ضايع محمد. قلت له يا محمد دواء ما بدي، لانه الوضع ما بيسمح، الجو موتر، ولك وين حاطينا يا محمد؟ على الحدود. كان على الحدود بالمعسكر. استاذ مرسيل حاطينا بخيمه نايلون ودرجه الحراره شي 43 44، ومسكره، سكروا علينا. عم اقول لك بهاي الحقبه، هالثلاث ايام كانت اصعب مرحله. الشباب كانوا ببيت ثاني، قسمونا مجموعتين، مجموعه قاعده ببيت براد ومراوح، ونحن كنا بهاي الحالة. ليش انتو كنتوا مبهدلين؟ ما بعرف، ما عرفت السبب حقيقة، ما عرفت. وليش هوديك يوم كرمينون؟ هن قصمونا. فكان شنصنا نحن ان نرجع المعسكر هنا وديك ياخذونا عباد. رح ارجع لك ادهم، بتقول انه بيجي الوقت نفضح كل شيء ونحكي كل الاسرار. صحيح. عن اي اسرار واي فضايح؟ وليش بدها تايمينج معين؟ انا شخصيا تفاديت اني اذكر الخاطفين واقول لهم بعينهم انتو، هلا ما بقى يعنيني باي حد. اللي كان حامل المانيفستو عم ينقي على الاسامي، اكيد في وراه واحد كان قايل له يعمل هيك، واللي قايل له نحن على يقين كان هو الشخص يلي وصل لعندهم من الايام الاولى، والشخص يلي حط مصاري لما ابو ابراهيم ضاقت الدنيا فيه بده يظهرهم، اجى هو حط له مصاري على الطاوله، هي المصاري ما عم يحط له اياها ليطلعهم، عم يحط له اياها ليخليهم. انا حكيت بمنيح عن هذا الانسان، كان على امل انه يجي على لبنان لحط عيني بعينه، بس انا رح احكيك بكل صراحه مجرده من كل شيء. نعم، انا عم بقصد بهذا الحكي النائب يلي زارهم هونيك، لانه لما دولتي انا طالبه بتقلي نحن ما بنعرف الجهه الخاطفه ولا باي مكان موجودين، وفي نائب بالبرلمان اللبناني بيروح بيزور الخاطف وبيقعد بمكتبه وبيدفع له مصاري، هي اسمها نداله من الكل.
ابنه أبي. عن مين عم عن عقاب صقر؟ نعم عن النائب. طيب أنا سألته لعقاب صقر يا أستاذ أدهم عن هالمسألة بكلام الناس. نعم. وسألني أكثر من مرة حكي وعنده وجهة نظره بهذه المسألة. وآخر مرة يعني طيب آخر شيء اللي بيجي بيقدم يعني عمليا هو عم بيساعد بقدر الإمكان. وأنا تبعت معه بحلقة الأخيرة بكلام الناس بعض المفاوضات تحت الهواء. وأنا جيت بلغت يمكن بلغت حتى صحيح. إدارة الـ LBC أنه في مفاوضات جدية لإطلاق سراح أهلنا بأعزاز. إذن وين كان دوره المؤامراتي هون مثل ما عم تصوروه يا أستاذ مرسال؟ أنا قلت أكثر من مرة الله يرحم من رئيس الشهيد رفيق الحريري لو كان طيب كانوا ما بيبقوا نعم أكثر من يومين أو ثلاثة. أنا قلت عن ضريح الرئيس الحريري ما لجي من حدا رغم أنه بعض الجهات زعلت مني نعم على حكي أو على نازلتي. أنا عم بقصد هيك لأنه أنا عندي يقين أنه الخطأ بلش من الناس يلي كانوا عم يشتغلوا مع رئيس الحريري ومنهم النائب عقاب صقر. بس شو له مصلحة يا أستاذ؟ كان في مصلحة لما تصير المفاوضات أنه حكومة وتنشال حكومة وترجع ويرجع فلان بطل. شو بتقدم متأخر مسألة خصم؟ عم بقرأ حديث أستاذ عقاب صقر بيقول كنا الجزء الأساسي في التفاوض كنا ولم نكن في مشهد من مشاهد الحل. إذن هو يعترف ويقول أنه كان له علاقة بالتفاوض. صحيح. بس ما كنتوا سلع بالنسبة بس لألو. تفاوض بطريقة خاطئة. طب هيدي باب من أبواب التفاوض. بدي أسأل سؤال، حدا قدر حكى مع النائب عقاب صقر على التفاصيل اللي صارت؟ ما حدا بيقدر يحكي معه. أنا سألت السؤال لوزير الداخلية على هوا مباشرة اللي أنا بحترمه وبقدره أكثر ما ممكن هو يتصور على صراحته وعلى نزاهته لأنه فعلا هو وزير بعده بالبدلة وبيحترم البدلة. نعم. هذا الموضوع أنا مشكلتي في شغلة صغيرة. لما نائب قادر يوصل لهونيك بيجي لدولته بيقول هاي طريق الحل تقدروا تعملوا هيك. في موضوع أستاذ مرسال أنا قبل كنت مصدق بعض الألاعيب اللي كان عم يعملها النائب ما يسمى نائب لأنه ما بنقبل اللي نقال نائب. نائب يعني بيمثل الشعب اللبناني، هيك إنسان بيمثل حاله بس والبيئة اللي جابته بس. لما هن عم بيطالبوا بأسامي أنا مسجل اتصالات مع الخاطفين مع الوالد مع كل اللبنانيين عم بيطالبوا بالمساجين السوريين وعم بيطالبوا بيطل الملوحي وبكشف مصير حسين الهرموش. بيطلع تاني يوم النائب عقاب صقر بيذكر الأردني اللي محتجز بلبنان يلي هو سلفي وهو بالقاعدة وبيذكر بعض الأسامي من رجال القاعدة المخطوفين بلبنان. ممكن يضحك على غيرنا يقول هي مطالب الجهة الخاطفة، بس لما أكون أنا حكي مع الجهة الخاطفة وهني عم بيقولوا لي إذا في حدا غير سوري نحن مش معنيين فيه. نعم. أنت شو بيكون شعورك بهيك نائب عم يمثلك نائب البرلمان اللبناني؟ طيب. هذا نائب المعارضة السورية بكل صراحة أحكيها. مش المعارضة. نائب أندال المعارضة السورية. لا. لأنه لواء عاصف الشمال. أستاذ مرسال بس مرق لي. بدنا 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 نروق. أنا حروق. لواء عاصف. استعمل تعبير آخر شيء أنت على الهواء يعني. ونتحمل مسؤولية كلام. أنا سنة ونص ما حكيت كلمة. بس كرمال ما أذي الوالد لأنه أذاه كان بضرب لبنان. هون حضرتك مختار يعني عم بتقول عن دور الأستاذ عقاب. أنه إجا ودفع. كيف تأكدتوا أنه إجا دفع هذا المبلغ؟ طيب إليك هذا البلاغ. نعم. لما انهرب عباس شعيب قبله كنا بأمان الله قاعدين كان صرنا فترة بسيطة يعني لا تتجاوز 20 يوم 25 يوم. نحن بنينا حتى علاقة مع الشباب الخاطفين قدر الفهم اللي عنا. نعم. لحتى صاروا يجيبوا لنا صورة على التليفون للعقاب صقر بقلب القيادة تبع عاصفة لواء الشمال. طب عم بقول هو تفاوض هيدا. ايه ايه لا لحظة ايه. أول ما راح نحنا قلنا منيح يجي يعني ويكون عم يفاوض عاد. نعم. يومها حط مصاري وفان. نعم. هون بلش العد العكسي للتفكير تبعنا وقلنا حق نفكر نحن. طيب بدأت المفاوضات يا أخي. طيب هالمفاوضات مش عم تسمع عن شيء يعني شو عم تفاوض؟ لكن أنت مع مين عم تفاوض؟ ملف النووي. لأن شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة لا شهر رمضان هرب عباس شعيب. كما شو عباس شعيب نزلونا على مكتب حزب البعث بقلب عزاز. نعم. ماشي. الساعة 3:30 بالليل إجا عباس شعيب وكما شو ردوا على المكتب جابوه على المكتب عملوا فينا الما بنعمل. كانت ليلة ماراثونية بكل معنى الكلمة من الرعب والخوف والقلق. خرطش علينا مين ما يوصل يخرطش طلعوا الأحمر حش السمعين أختك كذا. واحد قال له طلعون وبتقتل ثلاثة منهم أنت وراي على الطريق وبتكبون على الطريق. يعني هاي المجموعة اللي موجودة هلأ وسمعت هذا الحكي وعم تنضغط بهذا الشكل كيف بتكون أعصابها ونفسياتها والآخر؟ نعم.
طلعنا بالسيارات، انا طلعت بسياره مع سائق ابو ابراهيم اسمه جعفر من بيت شريف او شرف، ولا كلمه، الله بيشهد ولا كلمه وجهني. وصلنا لهون ما عرفنا كيف بدنا نطلع على الدرج، ما في جرايد تحملنا يا رجل، ما صدقنا. مهم قعدنا للساعة 3:30. ليه ما صدقتوا؟ خفتوا يصفوا؟ طبيعي، وحط قنبلة بهذا المحل وخليها تطلع فيهن. هلا قد يكون هذا بالنسبة لهم هن إرهاب وعم يخوفوا بيخلقوا جو معين، إنه يابا نحن بنعمل اللي بدنا إياه فيكم. لما جابوا عباس شعيب قال أبو إبراهيم بالحرف الواحد: أنا جبت لكم عباس بعده حيا يرزق، ودفعت $5,000 لقاء جيبة عباس. قمت أنا قلت له أنا ممنونك حاج إبراهيم. بباب الغرفة وكلهم شاهدين وشايفين الشباب، كمشته براسه وبستله جبينه لأنه عباس إجا طيب. يعني اوتوماتيكيا فهم الزلمه انه عم. طيب هون شو هو وين بين دور عقاب؟ ما جاي بس بدي اختصر لانه الحاج حياه برا كمان موجودين مجموعه اخوتنا ماشي. كمان ما بدنا ناخر عليهم. بيقول لي انا رح قلت له طيب نحن هذا الوضع ليش بدنا نخليه هيك؟ اذا انتم عم تقولوا ضيوف وفي مفاوضات طيب ما خلصونا يا اخي، حتى ما تحصل هاي الحالات انتم بتخسروا ونحن بنخسر، ما في حل الا وتخلصونا من هالمشكله. بيقول لي لحظه كمش تليفون دق لعقاب ساقط، قال له بدك تخلصني من الموضوع ولا لا؟ بزق معك يومين. ابو ابراهيم؟ نعم نعم. كيف عرفت انه عم بيحكي مزبوط مع عقاب؟ انا بقول لك كيف عرفنا. كيف عرفت؟ قال له انا ما بقى فيني لهذا الموضوع، بيومين بدك تروحوا تاخذوني وتخلصوني منهم. لما راح على اللقاء معه الشباب اللي معه رجعوا، عم اقول لك استلطفناهم وصرنا اصدقاء. لا. قال كان عقاب صقر واحمد الحريري ورجل خليجي بس ما عرفنا هويته. على المعبر السوري احمد الحريري. نعم كمان. وفطروا سوا واستلموا شنطات فيها احفاضات الشنطات وحليب. طيب هون نحن شنطة سامسونايت او ما يشابه الاستاذ احمد الحريري الاستاذ عقاب والرجل الخليجي ما بعرف عم تحكي عنه. علما انه عقاب صقر بيقول يحق لنا ان نوضح بكلمه بعد صمت حيال كل من حاول ان يحمل مسؤوليه او تبعات هذا الخطف الذي ادناه مرارا، ونؤكد ان ما بذلناه نبع من قناعه مبدئيه ومن اعتبارات المصلحه الوطنيه بمعزل عن اي توظيف. اما مهاترات الحديث عن استثمار القضيه من قبل سعد الحريري في السياسه والانتخابات والمؤامرات التي تملا عقولا فارغه فقد ذهبت ادراج الرياح الان، لاننا كنا الجزء الاساسي في التفاوض سابقا ولم نكن حتى في مشهد واحد مشاهد الحل. ما يسر صدورا اليوم أن الأمور انتهت إلى ما كنا نريده وهو إخراج المخطوفين، وكفى الله المؤمنين شر القتل وكفانا شر الافتراء. إذا كان هناك من ذرة وفاء في هذا العالم فلابد من أن نسمع بالصوت العالي كلمة شكر لرجل عمل على مدار ساعة في هذه القضية الوطنية كما في غيرها، إلى أن بذل الروح رخيصة في بلد رخصت فيه بعض النفوس. تحية وألف تحية لفارس العمل بصمت، كان يقول اطلاق مخطوفي اعزاز عمل بحجم وطن ويستحق المخاطره، وقد خاطر بنفسي مرتين. عم بيحكي طبعا عن شهيد وسام الحسن. ماشي، وهذا الكلام واكثر وازواد لازم يكون لمعالي وزير الداخليه. نعم، يعني وسام الحسن الله يرحمه كان عم بيعمل شغل لاطلاقه. الله يبارك فيه ورحمه الله عليه. طيب انه عقاب صقر ما كان ينسق مع الشهيد وسام الحسن، كيف بده يكون عم بيشتغل وسام الحسن شيء وعقاب صقر شيء ثاني؟ هلا عقاب هو عم بيقول هيك مش ما انا عشت مرق وندى عشت مرحله دور الشهيد وسام الحسن. ونحن اول ما طلع خبر محاوله يعني القصف عليكم تاكدنا من الشهيد وسام الحسن انه ما في شيء كان ماشي يعني كان 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 يلعب هذا الدور الايجابي رحمه الله الى جانبكم. ما نعم اقول انه خساره المرحوم الحسن الخساره لكل انسان لبناني صح انه اخلاق وهويه صحيحه، بس بنفس الوقت كمان هذا الشكر اللي انحكى مفترض يوجه الى ناس عملوا فعلا جادين على حل هذا الموضوع. يتفضل يشكر الجهه اللي خطفت الاتراك لحتى انحل الموضوع. طيب يتفضل. خليني اسال خليني اسالك سؤال. لا اكيد لا، بس خليني اسالك سؤال. صار في دفع مصاري بصفقه اطلاقهم؟ يعني عم نسمع 100 مليون يورو 100 مليون دولار، مزبوط هالكلام او لا؟ حبيبنا نحن قرأنا بالاعلام انه طيب بالباص انتم جايين وبالطياره انتم جايين مع اللواء ابراهيم، سالتوها بسألتوها السؤال؟ أنا لا، أنا كان أنت قربت وحكيته حاج. أنا حكيته وقلت له أستاذ يا حضرة اللواء بترجيك نعم
لواء والله ما بعرف لواء لواء هلا رئيس فضل شغل لدى كمان قلت له حجنا حبيبي لا نحن ما تتفاجئ بشغله بدنا نطلبها منك هلا هون بالمطار بمطار اسطنبول قال لي قل لي قلت له نحن ما رح نطلع على الطائرة وفي عنا موقوفين بهاي القضية بلبنان أنا ما بدي فرحتي مبتورة بعد سنة ونص لأنه هاو الشباب اللي موجودين بسجن رومي مهما تكون العوامل اللي أدت وأنا ما بعرفها يعني ما رح تكون بحجم أنه يضلوا غايبين عن عائلاتهم ويخسروا هاي الفرحة بدي إياهم يكونوا بالمطار إذا في وعد منك أنت بهذا الموضوع أنا بطلع بالطيارة ما في وعد ما في غير الله بيطلع شو قال لك؟ قال لي شو هالحركة شو عم تعملي مشاكل كمان قلت له بالعكس أنت بتعتبر هذا مشكل فإذا أنا ماني طالب طيب سؤالين أخيرين فضل. هل صحيح إنه الاستخبارات التركية هي اللي عملت عملية كوماندوس وطلعتكم كيف يعني كوماندوس الصحافة التركية بتقول إنه كوماندوس تركي أخرجكم إنه مثل عملية عملت العملية وطلعتكم الأربعة الصحافة التركية صحافة التركية خلص كيف عبرتوا انتم نحن عم نسأل كيف عبرتوا كيف طلعتوا عبرنا نحن وقاعدين بالخم اللي حطينا فيه اربع ايام بلا اكل بلا شرب اخر اربع ايام اخر اربع ايام ايه النهار الرابع تفاجئنا انفتح البيت افتكرنا جايب لنا اكل قال حطوا هالاقنعه عبروسكم اعملوا معروف اعملوا معروف انتم حطوها ولي اول مره بيطلبوا منا نحط اقنعه حطينا الاقنعه وحملونا ونزلونا على الدراج بديون طلعنا المسافه اللي مشيناها يعني شي مترين بالسيارات يعني تورتوار وطلع السياره ومشت السيارة سبع دقايق عشر دقايق بالضبط ما قادر حد ماشي كمان رجعنا نزلنا ومشينا نفس المسافة شي مترين فتنا على مكتب حطيت ايدي هيك طلعوا مثل هيدا قلنا بمكتب نحن نعم احسيسي قال لي هيدا مكتب قال بدي منكم ما ولا صوت ولا حرك بدكم شيء قبل ما سكر الباب خمس دقايق قلت له بدنا نشرب جيب كباياتي عبي الكباوي مسكنا اياها بايدنا ويعطينا اياها طلع خمس دقايق فعلا وفات عملوا معروف شيلوا القناع شلنا القناع جاء معه جنتل شاب جنتل هيك حلو هي صار يترجم هو عرفني انه تركي شو بيقول بيقول من هاللحظة انتم احرار وباحتضان الدولة التركية وهذا الافراج عنكم بدأ من هاللحظة بس كمان بدنا منكم شغلة انتم طالعين لا تطلعوا بالسيارات نتمنى ولا كلمة بالعربي تحكوها ايه شو شو عم تقدم لي عرض وش عندي عرض حر كوماندوس 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 سيز مرسال لابسين ثياب سوداء واغلب اسود يعني اللون وطلعوا شيء كانوا شيء 20 او 22 شخص 23 شخص لانه طلعنا بكذا سياره ومرافقيننا مواكبيننا لا وصلنا للمعبر التركي اخر كلمه شو بدك تقول لهذه الدوله اللبنانيه بتقول انك وصلت على المطار وشعرت بحزن بدي اسال نفس الشيء لادام عم بيعز براس وادهم لانه بدي استقبل بالقسم التالي بدي استقبل يعني مجموعه اخرى من طبعا شعيب وحمود وترمس والله دانيال شعيب لانه عباس شعيب اصيب وعكه صحيه الليله ما بعرف شو قصته هالعباس فاطمه شعيب نور الزهراء والحجه حياه عولي بعتين معنا طبعا منى ترمس و طبعا منى ترمس و زوجة علي واسم الله عليك حافظ حافظي كل الاسماء و علي عباس كان مفروض يكون معنا مش قادر بقى يجي حسن حمود علي ترمس حسن ترمس وابراهيم ترمس تفضل شو بدك تقول بدي اقول بالنسبه للاخ عباس بتمنى من ناسنا واهلنا يستوعبوا مساله دكتور اخبر واعلم فيها لما بيكون عندك ضغط مش معقول وعندك وضع خاص بهذا السجن أو بهاي الفترة الطويلة وضع يعني مش هقدر أوصفه لأنه كتير كتير عن مين عم تحكي يتفهموا الوضع العباس أو تطلب من عباس يتفهم وضع لا الكل لا لا بطلب من الناس يتفهم وضع عباس لأنه أنا عاشرته سنة ونص بغرفي وفرشتي حد فرشته ويا ما تتنقروا بعض يتوتر دليل أنه عنده وضع منه ظابط نفسيا فإذا كان حكى كم كلمة على الإذاعات بتمنى من أهلنا ومن ناسنا واللي سمعوا معلش يسمحوا لنا فيها يطولوا بالهم عليه طب شو صار لأنه تعبان ليت السبت شو صار هاي المشكلة شو صار مع مين صار المشكلة على الأرض نهار السبت بس وصلتوا بالضاحية ما بتتذكر أدهم كلمة أنا كلمة بدي أقولها أنه نحن كنا ضحية أكبر مسرحية تمثلت بالمنطقة
هالمسرحية أول مسخرتها وأول ممثل فيها كان السفير التركي لما طلعنا لعنده. أنا بوجه له تحية هلأ مباشرة عبر كلام الناس للسفير التركي. ما بيحضر. لأنه طلعنا بشرف طلبنا منه. قلنا له نحن بنعرف واقعنا. دولتنا ضعيفة. مواطنيننا ما حدا حيقدر يطلعهم. نتمنى رجاء بعض اللي كانوا مخطوفين حملوا الإعلام التركي بمهرجان مرمرة. قلنا رجاء خاص منك اعتبرهم مواطنين أتراك. ساعدنا بهذا الموضوع وتسبوا جميل كل العمر لأنه نحن أوفى البشر. نحن اللي بيوفيلنا بنوفيله لنموت. طلع للأسف هو صاحب الدور الأكبر بهالمسرحية أنه يكذب علينا دايما. لما يجي بعد ما جينا من أعزاز نحن وشفنا كل اللي شفناه والتسهيلات اللي عطينهم إياه الأتراك والمسخرة اللي عم تصير على الحدود باللقاء التاني معه من بعد كل هيدا هو عم يستلم الترك التاني يلي وجودنا بالصدفة كان هونيك عند اللواء إبراهيم وبالصدفة لأنه ما بعرف كنت لابس شيء ما كان كل لازم أصلا لابسه أنا كنت عم كذب المسخرة أنه بيقول لي أي فرد من هاي العصابات المسلحة بيتخطى الحدود نعتقله فورا بعد ما كنا شفناهم بالأوتيلات بكليس عم يكذروا بعد ما شفنا بعيوننا أبو إبراهيم واقف مع الشرطة التركية ومع محافظ كليس على المعبر بيجي بيقول لي نحن إذا هول مجموعة بيقطعوا الحدود نعتقله هالمسرحية أنا مبسوط جدا أنه انتهت بكسرة هالمعنويات اللي عند السفير التركي واضطر أنه يرد اللبنانيين هذا اللي بيسعدنا وبدي اطالب دولتي بس بكل امل بسنه ونص بقيت اقول لهم شيلونا من موضوع السياسي ما تظلموا الناس الابرياء ما رفضوا كتير جهات رفضت لحتى امبارح بعض الناس اصروا ما يقولوا الحمد لله على السلامه يدخلوا السياسي بدي اوجه رساله للي حطوهم بنشره الاخبار امبارح نحن تعلمنا من اهالينا انه الانسان بيكون بلا شرف لما يترك عزيز على قلبه بهيك وضع اللي بده يطلع معتقل من السجن ما بيروح بيحمل يافطه وبيضلوا كل العمر حاملة بيجرب بس بيتعلم الشرف وبيروح بيطلع المعتقل له من سجنه بالقوة بس هيك بدي شو بتقله للمختار على الهواء أنا بدي أقول له أنه حقيقة أنا عندي حياء حط عيني بعينه لأني ظلمته بقي سنة ونص بعيد عنه أنا قصرت بحقه وسامحني قدام كل العالم الله يخليك بصحتك ندى عن مختار وعن أدهم شو بتقولي آخر شيء طبعا رح تبقي معنا قبل ما نستقبل عيني أخرى عن مختار عن أدهم ما شفت هالقد ابن مستعد يضحي بحاله كرمال بيه مع أنه عنده مرته وولاده وكمان ما شفت مختار هالقد عنده من نفسه ومن كرامته وقت تقعد تحكي معه نحن فايتين هو عم بيستقبلنا هو عم بيهتم فينا وخايف علينا مع أنه نحن فايتين الضيوف واصلين ورايحين يعني فعلا كان مستعد أدهم يغامر أكتر وحاول كتير يغفلنا بأكثر من مرة بهال 24 ساعة اللي فات فيهم على أعزاز كرمال بيو ندى تغير عليك المختار وقت ما شفتيه بأعزاز لليوم شايفته تعبان أكثر وقت استقبلناه كان مجلس وصحته أحسن وكان هو عم بيعطي المعنويات للشباب التانين مع أنه أكثر لقطة بتأثر ودائما بتنعاد بتقاريرنا حولهم هي وقت ابنه فات وغمر وصار يبوصله إيديه واثنيناتهم كانوا عم بيبكوا بس كان حتى المختار عم بيخفف عن ابنه بوقتها شكرا لك يا مختار الحمد لله على السلامة أهلا فيك بك إلى الحياة من جديد شكرا لك يا أدهم رح أتوقف مع بريك إعلاني بتبقى معنا زميلي ندى الدكتور كرم نسمع تقويمه أول المحور التالي وبستقبل مثل ما قلت بالمحور الثاني الحاجة حياة عوالي فاطمة شعيب دانيال شعيب ونور زهرة نتابع كلام الناس مباشرة على الهواء معي إضافة إلى زميلي ندى والبروفيسور إلي كرم طبعا بروفيسور كرم هو يعني حضر خصيصا لحتى يلتقي بالمحررين قبل الحلقة بساعتين وهو مشكور لأنه أصر مع فريق عمله أنه يحضر إلى الاستوديو يتعرف على الأشخاص يلتقي فيهم حتى ما يحرجهم بأي وضعية بأي سؤال وهو يعني طبعا مقل في الكلام الليلي لحتى يعطي رأي علمي فعلا لكيفية مواجهة مرحلة ما بعد هذه الصدمات اللي تعملوا معها واللي عشوها إخواننا المحررين بدي رحب بنور الزهراء شو اسمك؟ نور نور شو؟ زهراء نور الزهراء وشو اسم بيك؟ عباس عباس شو؟ شعيب وينو البابا هلأ؟
بالمستشفى. ليه؟ عشان ضربوه على ظهره. مين ضربوه على ظهره؟ أبو إبراهيم. مين هو أبو إبراهيم؟ خطف بابا. خطف بابا؟ شو عمل فيه لبابا أبو إبراهيم؟ صار يضربه. إيف؟ على ظهره وإجريه. ونوجع بابا؟ كيف عرفت إنه نوجع؟ هن قالوا لي. هو قال لك بالبيت إنه موجوع؟ أي متى شفتي للبابا؟ اليوم. اليوم؟ واليوم نقلوه على المستشفى؟ طيب نور كان عم يعملوا له فحص. ايه وشو قالت لك الماما فاطمه عن بابا لمن كان بريت البيت؟ شو كانت تقول لك؟ شو كانت تقول يعني وين البابا كان؟ شو كانت وين كان البابا؟ شو كانت تقول بابا؟ شو كانت تقول لك؟ كانت تقول لك انه البابا مخطوف؟ ايه كنت قال انه انت بيرجع بابا اشتقت له كثير. ايه شو كانت تقول لك الماما؟ ما بتعرف؟ شفتيها عم تبكي شي مرة؟ على الميكرو. شو كانت تعمل؟ على الميكرو. على الميكرو؟ قدامك كانت عم تحكي مع نوال. مع نوال، نوال بري. مش هيك؟ على نيو تي في. طيب وأنت خفتي على البابا؟ من مين خفتي على البابا؟ عشان ما يضلوا ما يرجعوا. ايه طيب وكنت تصلي؟ شو كنت تقولي؟ شو كنت تدعي؟ شو كنت تدعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولك الله. طيب ومين أكتر شي اهتم فيك وساعدك بهالفترة؟ دانيال أكتر أو فاطمة أو أمك؟ أختي. أختك؟ شو كنت تقولك؟ لكانت تعلي صوتها وتقولي شو بقول. تتعلمها تعلي صوتها. شو كان تعلمك تقولي؟ هدي ايه هاي ما بعرف. طيب انت بتحبيهم للخطف وبابي او بتسامحيهم؟ ما بسامحهم. ما بتسامحيهم؟ ليش؟ عشان خطفوه. عشان خطفوه. واليوم شو بتقولي له لبيك واذا كان عم يشوفك على التلفزيون هلا؟ بقول له انا اشتقت له قد السمك كلها وجبت له ورد حطيتهم بالبيت. وشو بتبعتي له هلا على التلفزيون؟ بوسه. كيف بتعملي له البوسه؟ يعني افتتحنا هالقسم عملت شغل منيح بروفيسور. بدي رحب بالحاجة حياة الليلة ستعلن اعتزالها. اعلن وزير خارجية قطر اعتزال الحاجة حياة من ضمن الصفقة صح؟ ممكن بفيدهم اني غيب عن الاعلام. ما حدا بفيده انك تغيب عن الاعلام. يعني انه لانه في ناس اعتبرت انه الاضواء كثير كثير انه انا عشت تحت الاضواء. لا انا استغليت الاضواء لابرز قضيتي توصل فيها للنهايه السعيده اللي وصلنا لها. ودانيال الليلي، دانيال الليلي جاي محل عباس لانه عباس فات على المستشفى كمان. عباس انت الليلي رح تعتزل اعتبار من الليلي رح تعتزل. أنا اعتزلت من أول نهار وصلوا على المطار. اليوم لو ما جد شيء نعم ف يعني ما كنا جينا. ف شو صار له عباس اليوم؟ هو عباس يعني مش إنه والله وقع بالأرض، هو عنده مشكلة. كان المفترض إنه يفوت عند المستشفى من وقت ما إجا، فأجل شوي بما إنه كان عم يعمل كذا موضوع. اليوم بالنهار راح الصبح على المستشفى بعد الفحوصات وهيك، كان طلب منه يبقى بالمستشفى. طلعنا شوي قالوا لا لانه في استقبال، يعني كان في استقبال اجوا البعض الاشخاص واجا السياسيين يعني والنواب كان في استقبال ورجع بس خلص رجعت وجع على المستشفى. هيك الحال. رح ارجع لكم طبعا بدي اسمع تعليق البروفيسور كرام وزميلتنا ندى، يعني شو بتحكي عن وضعيتكم علاقتها فيكم كعيال بهالفتره وعن حاجه حياه، لانه فعلا كانت ندى كل هالفتره هي على تواصل وصله وصل مع كل هؤلاء. بس عرفنا شغله انه امبارح بعد ما طلع لك ريبورتاج وعرفوا انك لا تزالي عازبه حاجه حياه اجاكي عروضات؟ وشو رح تعمل؟ عروضات خارجية. كانوا يتصلوا شو؟ بياخذوا رقمي وما كانوا بيعرفوا اني عزبة طيب فتبين معهم انه عن جد زمن التحرير والمفاجآت. طيب كيف رح تعملي مبسوطة فيكي نور؟
كيف رح تعمل مع هالعروض؟ لا انا بحب الحريه كثير، ما بحب ان حكم هيدا الشيء. يعني انا انه فيك تعتبرني عانس مع سبق الاصرار والترصد. بسألي ندى، ندى مزوجي ونديم عزيز اسم الله عليه، يعني رجل عظيم، يعني بشعرك بسجن نديم؟ ابدا. طيب اعطيها نصيحة بس بيشكي لها. مرة حكاني قال لي خديها معك رحلة على العراق. لكن يشعر بسجن. شفت؟ هو مش انا. بروفيسور كرام، قبل ما بلش مع ست فاطمة، مع الحجة، مع نور اللي رح ارجع لها اسم الله عليكي بعدك مضواية، ومع الأستاذ دانيال والست ندى، معي يبدو رد من رئيس تيار المستقبل الأستاذ أحمد الحريري على الكلام يمكن اللي سبق بالمحور الثاني. مساء الخير أستاذ أحمد، تفضل. أهلا أستاذ محسن، كيفك؟ يعطيك العافية، تفضل. شكرا. أهلا وسهلا. بداية أمين عام تيار المستقبل مش رئيس. أمين عام، تفضل. سمعت الكلام اللي صار بالمحور اللي قبله. نعم. بداية بحب أكد أنه نحن انطلاقا من الحدث اللي صار والخطف اللي استنكرناه من أول لحظة، ما تعطينا مع هذه القضية إلا من ضمن قضية إنسانية، شلنا كل موضوع سياسي بيتعلق من قريب ومن بعيد بهذا الموضوع، رغم كل الظروف اللي صار فيه الخطف وكل السقوف العالية اللي الخاطفين حطوها واللي من جهة لبنان حطت من اعتذارات انطلبت من الخاطفين ما صارت بلبنان وغيره من هذا الامور ما فتنا فيه نحن. نعم. حب اكد شغلي بس، اذا هذا الموضوع العرس الوطني اللي شفناه بقلب المطار اللي صار باستقباله وبعودتهم سالمين الى اهاليهم بده يستغل يرجع بالسياسي، بنكون عم نروح صفحه جديده من صفحات اللي صارت بلبنان وطنيا وعم نخدع على زواريب ما الى معنى. انا اللي بحب اكده أخذت النهار، أنا مواطن لبناني موجود هون، الأمن العام ورئيسه اللي بذل مجهود كبير ومنهنيه يعني بهذا الموضوع بإطلاق المخطوفين، بعتقد القيود تبعيتنا ومشاويرنا إن كان على تركيا وعلى غيرها موجودة عند الأمن العام فيهم يتأكدوا من هذا الموضوع. شغلة ثانية بحب أكدها كمان وإرجع أقولها، إنه استغلال هذه المواضيع بالسياسة عم بيزيد الانقسام بالبلد، ونحن بحاجة ل يعني هامش من الوحدة بهذا البلد، إن كانت الوحدة الإسلامية وإن كانت الوحدة الإسلامية وإن كانت الوحدة الوطنية اللبنانية الإسلامية المسيحية. فأي استغلال لهذا الموضوع خارج نطاقه حياخذنا على محلات تانية وحياخذنا على إنه تصفي قضية الخطف واللي صار قضية سنوية وتنحط ضمن البزار السياسي الموجود بقلب البلد. فأنا بس هذا اللي حبيت وضحه، إنه الكلام عن دفع مصاري وغيره عاري عن الصحة. أنا بأكد كيف كانت اللحظات الأولى من تصرفنا لما عرفنا بالخطف. صحيح، يعني أنا تبعت مع وقتها يعني كنا وقتها متحضرين لاستقبال الخاطفين بالمطار، وكان في مسعى جدي عم بيصير، يمكن الاعلام معه خبر بهذاك الوقت، كان شيء واضح يعني ما كان شيء مصدق بهذا الاطار. هكا حال نحن تبعنا سوا الاتصالات اللي انقامت، كنا بمكان ما اللي حرفت وطبعا عشناها سوا. استاذ احمد، انا بدي اشكر مداخلتك وهذا التوضيح اللي عملته الليلي، على امل انه نقدر نوصل للاستاذ عقاب صقر كمان. يبدو انه بعتقد انه عنده رد او تعليق، مثل ما فهمت انه رح يطلع بهذا التعليق بعد شوي الاستاذ عقاب صقر. طبعا يعني على القليل جمعوني فيه، انا اشتقت له كثير أول. شكرا لك استاذ احمد. حاجه حياه عندك تعليق كلام الاستاذ احمد؟ مش الاستاذ احمد هو ذاته اللي وقف بطرابلس وقال لما يخلصوا ثوار سوريا جايين ليكون على الضاحيه؟ لا لا اكيد ما اكيد استاذ أكيد. احمد قال على الهواء مباشر، اذا بترجعوا للارشيف هو قال هيك. بس بدي اقول له، بدي رد على كل المداخله تاعته بكلمتين صغار، الزواريب للتجاره لاله، نحن قلنا الساحات لا 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 نوقف فيها. حاجة انت ما انت بس انت ما انت معوتين على غير كلام. اوكي بس انه بس ما يقول هو لا هو ما قال زواريب، هو عم بيقول نحن في عرس وطني، هو عم بيقول صار في عرس وطني حجي، عم بيقول صار في عرس وطني يستغلوا القضيه عم سيسوا القضية ليروحوا فيها على الزواريب. لا نحن قلنا الساحات، نحن نزلنا
لما كان عندنا شيء يعني بموضوع الاستاذ عقاب صقر انا قلت على التلفزيون ابو بس ليش لمتي قبل شوي ادهم والمختار انه ليش حكي بموضوع عقاب؟ لانه كنا بدنا نسكر على هذا الموضوع وخلص انه مثل ما كان عم بقول استاذ احمد عرس وطني كلنا فيه عم نرقص. بس الشغله اللي بدي اقولها استاذ عقاب صقر انا توجهت له على التلفزيون انا ما في حاكي مباشر بينه وبينه قلت له استاذ عقاب صقر ابو ابراهيم عم بيقول للمخطوفين اللي بدوروا نقلوا لنا انه انت جبت مصاري من السعوديه وجربت انك تخليهم هونيك كل اللي مطلوب منك باطار صغير تطلع على التي في وانت نجم الساحات على طول اقوال الامام والرسول والى اخره مطلوب منك تطلع على التلفزيون تقول ابو ابراهيم بما انه خاطف هذا زلم ارهابي وكذاب وهالقد ما بدنا منك اكثر بيوصلك حقنا وبتاخذ شو كان بيفيد هالكلام عن انه ابو ابراهيم ارهابي وكذاب ما واحد عم بيحكي عنه طيب بس ما الكل بيعرف انه ابو ابراهيم حرامي وكذاب اوكي بس انت هلا استاذ مرسل ما بتقدر تيجي تقول الحجه حياه فيها صفه كذا وكذا وانا اذا انا سكتت السكوت علامه ايه بس ستنا يعني شو كان في مصلحه بتقليب الناس على بعضها بفتره التفاوض يعني معروف بالتفاوض ما بيطلع في كلام ما بيطلع في ناس مفاوض شريف بتهمه قضيتنا يتوجه صوبنا ويقولنا يا جماعه الموضوع انا عم جرب اخدمكم فيه ما تتوجهوا لي ما تتركوني انا عم حل مني لقلون يمكن عم بعطين مصاري لارضيهم كان بيقدر يرضي خاطرنا بكلمتين ونحن كان دايب قلبنا على همسة مش على كلمة يعني كأهالي فلا مثلا انه انت هلا سمعتك قبل شوي بالمحور الاول عم بتقول انه انت كنت عم تتواصل والشهيد وسام الحسن قال لك انا عشت مع ما وسام ما تعرضوا لاي شيء طيب لا ما قلت لك ما تعرضوا انه الزوار ما تعرضوا نحن... وقت اللي قالوا ماتوا ايه وقت عشناها كلنا سوا ايه انا والشيخ بير دار وندى كنا موجودين كلنا سوا اول تلفزيون نفر من انطلاقا من معلومات الشهيد وسام الحسن نحن كأهالي ابدا منكم كاعلام ما حدا اتصل فينا لا الشهيد وسام الحسن ولا اي ضابط او عنصر تحت ايده قالنا يا جماعه ما تخافوا اهلكم ما تعرضوا لاي شيء ما ماتوا بس انت الوحيده حج بس انت حج من الاول لحظه كانه مين ما سالك من الصحفيين كنت عم تقولي لا ما صار في شيء انا كان عندي يقين يقين او معلومات لا انا كان عندي يقين انه هودي جماعه كذابين عم يلعبوا اعصاب الاهالي بالمعلومات إيه بس التضارب انت ندى كنت بنيوز روم وقتها من اول لحظه من اول اتاكدنا انه ونفيناها كتلفزيون انه ما في عمليات هلا بغض النظر رح ارجع على بروفيسور كرم يعني حالات الصدمه اللي عايشها يعني علي اللي عايشها عباس رح يعيشوها عائلته يعني نور وفاطمه وبعد شوي رح نشوف علي ترمس ومنى ترمس ما بعد هذه الصدمة كيف بدنا نتعامل معه؟ اوكي في يمكن فيليب جاهز على سلايدات بعتقد اوكي بفتكر اول سلايد بتفرجي عن رح يكون جاهز فيليب بعتقد فيليب صح هيدي شو عوارض اضطراب ما بعد الصدمة صح يعني بس بدنا نختصره بروفيسور تنقدر نشرحه مزبوط انه اول شيء بضل بيرجع ذكريات واحلام ردود فعل نعم. يعني بيجرب واحد بتضل ترجع براسه الاشياء اللي تعرض عليها نمرة اثنين بصير يعمل كل جهده تيبعد عن الاشياء اللي بتذكره بالصدمة اللي بس اني مش عم يعملوا هالشي هلا عايشين بتشوف حياته بتشوف حياته نعم هلا على التلفزيون اوكي نمرة ثلاثة بيصير عنده افكار سلبية مثل ما عم تسمع تجاه كل العالم يعني مثل ما حكي المختار عن دور عقاب او عن دور اي شخص بيصير سلبية او ما بتكون بعيد عن الموضوعية ما هي سلبية يعني بتكون عندها احتمال تكون بعيدة عن الموضوعية أوكي. لأنه سلبي ما بعد عنده واحد ثقة بالعالم حتى مرات ما بعد عنده ثقة بالناس حواليه وهذا الاشياء قررنا ما نحكي فيه على الهواء وبيصير في عنده عوارض إدراكية مثل ما عم بقول كان مختار بالتركيز بالتفكير قديش في واحد يقدر يتابع عمله بوعي وآخر وحدة بيصير ينفعل كتير مثل ما سمعنا من كتير من الشباب بيصير ينرفزه بسرعة وبيصيروا هذا وضع عباس شعيب يعني هلا كثير اكثر منه انه بيكون قاعدين وقت كانوا عم بيقولوا لي بالمجتمعين صح. كانوا يدق الميكرو ينقذوا كلهم يعني بيصير ينقذوا بيصير دماغه متيقظ كل الوقت رح يصير في مشكله بلبنان عندنا حوالي 2% بالسنه اذا بنحسب بالسنه 2% من الشعب اللبناني عنده هالحاله بالحياه كلها 3-4% يعني بما يعني سلايد ثاني لحظة هي دي قبل فيليب ما تبرمها نسبة اضطراب نفسي بلبنان الاضطرابات الاكتئاب 9.9 بالحياة يعني بسنة واحدة 4.9 بالمية من اللبنانية قليل انا بعتقد يعني عم بيعيشوا اللبنانيين نعم القلق 16.7 بالحياة كلها 11.2 بسنة واحدة صح
والاضطراب بعد الصدمة 3.4 و2، يعني هودي إذا بتطلع عليهم بالأعداد بتشوف شيء هايل تمام، يعني حتى لو مبين يعني هون إذا بنعملها مقارنة مع دول أخرى بالعالم مثلا يعني مخيف الرقم، يعني عنا نحن أقل من أمريكا وأكثر من كتير بلاد بالعالم، قريبين للمطارح اللي فيها كتير عدم استقرار والتفكك عائلي. نحن العائلة اللي عنا اللي هي متواصلة اللي بتساعدنا عم بيروح مفعولة بهالحالات الموجودة عنا بالعالم. نعم. بس ما فينا نقول نحن أكثر من غيرنا بكتير، نحن متوسطين. عظيم. أوكي. سلايد التالت. سلايد التالت. يعني عنا تقريبا بالسنة واحدة إذا منحسى قديش في بلبنان عنا 80 ألف شخص عندهم من الحالات هاللي منحكي عنا اضطراب ما بعد الصدمة. يعني الصدمة فيها تكون اغتصاب، فيها تكون ضرب، فيها تكون عند الأولاد، فيها تكون عند الكبار، هالشي نتعرض عليه كل يوم بحياتنا. طيب يعني عفوا بس هون مثلا إذا عنا صدمات جماعية، يعني إذا بنحكي عن فاطمة، إذا بنحكي عن نور الزهراء، إذا بنحكي عن دانيال، إنه كيف تحسبهم؟ تحسبهم بالعيلة أم بالشخص؟ شخص شخص شخص. عظيم. شوف هون قديه احتمال إصابة باضطراب ما بعد الصدمة لبنان. ايه درسناها من أصل 100 شخص بيتعرضوا لهالأشياء. شفت مرض خطير هو الاغتصاب او التخبيط عند الولاد، وان شاء الله يكون عندنا حلقه نحكي عن الاشياء رح نعمل عم عندنا حلقه معك. التحرش الجنسي، الخطف والاغتصاب. الخطف نص عالية. الاشخاص اللي بيتعرضوا للخطف بده يصير معهم اضطراب ما بعد الصدمه. يعني طيب الاضطراب ما بعد الصدمه شو بده؟ بده علاج ام بده علاج؟ شو علاج نفسي ام علاج بالادويه؟ شوف اخر وحده، شوف قد ايه بداين كذا سنه. يعني معدل مدة الاضطراب ما بعد أطول إصابات في لبنان. أطول. عدد الأشهر 191 شهر الإصابة، يعني إذا كان في خطف بتهدي معه 171 شهر. أطول شيء عندنا بلبنان، أطول اضطراب ما بعد الصدمة بلبنان هي بتجي من بعد الخطف. إيه. بتضلها فوق 10 سنين يعني. طيب هيدي شو وفاة فجأة؟ إذا مات حدا حدك فجأة بتضاين تقريبا عندك إذا صار معك عوارض بتضلها حوالي 3-4 سنين ترجع على راسك. والخطف بتضلك 10 سنين. مشارد جسي او شخص يقتل 41.2%. صح. صدق. يعني تصور قديش نحن تعرضنا لك. رح نرجع لك بروفيسور ندى. العيال الموجودة قدامك، يعني فاطمة زوجة عباس شعيب، نور الزهراء ودانيال، شو بتخبرين عن علاقتك فيهم؟ فاطمة كانت من الاساس ترفض تظهر على الاعلام، وكانت كمان يعني حاولة تحمي بناتها وتنطر الفرج. بناتها ثلاثة. ثلاثة. نور الزهراء هي صغيرة، دانيال كان رأس الحربة مع الحجة حياة بحملة بدر ببقر العبد. لا. كانوا فعلا هن اللي يعملوا يعني اللولب بالتحركات، وكانوا يجربوا بذات الوقت يشتغلوا كتير نفسيا على الأهالي ومعنوياتهم، خاصة الحجة حياة وكانت ظاهرة. الحجة حياة كانت كل ما نوصل لعندها نحن ما نطلع مباشر من عندهم، بدنا نشوف أحوال الأهالي كلهم، كانت هي صلة الوصل بيننا وبينهم، وكانت كتير نسمعها كيف قاعدة هي عم تجرب تعطيهم معنويات، تهون عليهم، تطلب منهم ينطروا، وتجرب دايما تعطيهم معنويات عالية، إنه نحن دايما عباراتها الشهيرة نحن النصر لنا ونحن ما بننهزم وبدنا نصبر ورح نلاقي. وخاصة وقتها خبرية الـ11 جتنا روايتين مثل ما بتتذكر، هي فعلا كانت الوحيدة اللي عم تجزم ما حدا بشي بوقت اللي كانوا كتار منهارين. تعتبر مثل كأنهم كلهم الـ11 عائلة عائلة واحدة. مش قلي كلهم. ايه ندى قبل ما بلش مع دانيال ومع فاطمة مع حياة، انت ما خفتي تتصنفي سياسيان بعد تعطيكي مع هالملف؟ انا ما بطلت خاف اذا اتصنف او لا، لانه يمكن الواحد على كتير اشياء بيعملها بيصير في انتقادات او في ناس ما بتحب. لا. انا بالنسبه لي ان كنت بضاحيه الجنوبيه او كنت بالجنوب او بالشمال، وقت افوت على مهمه صحفيه بدي اشتغلها من الاول للاخر، وبدي اجرب كون بيرفكسيونيست، وبدي اجرب سجل زيرو فوت، هيدا واجبك كصحفيه والا ما بنجح. ثانيا قد ما اكون انسانه موضوعيه وبكل فخر بقول اني انا موضوعيه، مين ما بده يقول اللي بده يقوله ما عندي مشكله، ما فيك مرسال ما تتأثر، أنت إنسان. نتذكر كلنا وقت استشهد الرئيس رفيق الحريري كيف مرسال كان مدمع وكيف كلنا صح. مش مصدقين. نتذكر كلنا أنا طلعت رسالة فونه ما قادرة أطلع على الهوى مباشر وقت استشهد جبران طويني، عم ببكي أنا على الهوى، أنا الصحفية اللي ماني قادرة أفصل بوقتها. فكيف 11 خاصة من بعد ما زرتهم
بأعزاز وتسكر علي الباب يومين وأنا مرة مزوجة وعندي أولاد، يعني بحس إنه يمكن رايحة عم بغامر وما حدا يعني بيعرف إذا رح أرجع، بس غامرت. وبذات الوقت وقت فتت على بيوتهم ما فيك إلا ما تتأثر بجانب الإنسان يلي بده يقول ويلي بده يكتب وبده يصنف، هيدي مشكلته. مش هيك؟ طبعا. فاطمة شعيب شكرا لحضورك، زوجة عباس شعيب. أول شيء مثل ما حكي البروفيسور كرم، هل عم تشعري بهالتوتر لعباس بعد ما رجع؟ كتير. ليش؟ بشو عم يبرر لك اياه؟ انت عم تقدر تتقبلي هالتوتر؟ يعني مثلا نوعية شغلة موضوع ما فيك تحارجه فيه، خلص بقول لك هيك هيك، انا شوي بعصب دغري بينفع. كان قبل هيك؟ لا ما كان هيك. ما كان هيك. طيب ليش اخفيتي موضوع الخطف عن البنات عن نور الحلوة؟ اسم الله عليك يا نور، شو حلوة؟ عن كوكو. عن نرجس عن كوكو؟ ليش خبيت عليهم؟ يعني من اول فتره بتعرف كان انا دائما نتفائل انه ضل اول فتره خلال ساعات خلال ايام انه بدهم يتظاهروا، انا مش ما ضروري احطهم بهذا الجو انه جو خطف وهيك، بس بعدين لما طولت القصه ومدت قلت لا لازم انه صار يعرفوا الواقع. لما خبرتيهم استشرتي طبيب نفسي؟ لا ما استشرت حدا. هل لازم كان يتخبروا من الاول بروفيسور كرم؟ يعني أكيد أنه لازم تخبرهم بفهمة هي لقالهم، كل واحد على طريقته مثل حيالة فاجئة عم تصير بدأت تقدم ليها شوي وشوي. اللي كنت عم بجرب قوله أنا أنه مع أنه هي يمكن برات شوي السؤال ديركت أنه بدي دلني ذكرها لقالها أنه بكرة بعد جمعة جمعتين ما بعود في بقى حكي عن أنه هني أبطال أو مش أبطال، بدها تحس حالها لوحدها هي وياه، وبده هالاشياء هيدي لازم نهتم فيها، واهلا وسهلا فيها تحكي معنا تقدر نساعدها ونساعد الباقيين. يعني برايك هي بحاجه لتخطي هالمرحله الى حدا يكون حدا؟ اكيد هلا بحاجه، مثل اذا هي اكيد حره تقدر، يعني بدها رافعه الى جانبها تتعامل مع حاله التوتر، بدها اختصاصيه، مش انه طول بالك وماشي الحال يعني. طيب. هون فاطمه يعني انت حاضره لهذا يعني المواكبه لمرحله عباس الجديده؟ ما بتعتقدي عباس بحاجه لها؟ منك اكيد. طيب بمرحله من المراحل فقدتي الامل؟ لا ولا لحظه فقدنا الامل. شو كان دور الحجه حياه حدك؟ يعني هي كانت موكلت عنا بكل شيء، كانت بالوجه الحجة حياة بالنسبة للخاطفين وقتها تحكي معهم هي زوجة عباس شعيب. كانت هي فيسألون انه ليه ما عم تنزل، قال لهم انا موكل الحجة حياة هي النايبة عني بكل شيء. شو كانت ردة فعل البنات الصغار من خبرتيهم بالخطف؟ انا اول ما فقت انت لما ماما تشوفي انت قالت لي انه راجع بابا اليوم. ايه انت قالت لي انت لا قولي والله، قالت لي والله. ولما شفتي البابا شو عملتي؟ نسيت. ما هجمت عليه وغمرتيه؟ بس عيطت له. شو قلتي له؟ ما اخذ الورد مني. ما اخذ الورد مني؟ ليه؟ خلاص عجقت المطار. عجقت المطار. خلاص بكره خدي له اياه. تحت. شو عملوا فيكي؟ فعصوا الكل. يربطوا اسم الله عليها. دانيال يعني هالفتره بعرف انه كانت فتره صعبه عليكم، انت ام بعمل جبار، انت والحجي، انت وكل اللي كانوا موجودين. اليوم مرحله جديده بحياه عباس، كيف بده يتخطيها؟ يعني هل فكرتوا للمستقبل؟ هلا خليني بس بلش باخر الشيء قاله المختار. نعم مختار، انا بس بدعي يعني اغلبيه الناس اللي هي بتعرفنا وبتعرف عباس انه عباس اكثر واحد ضمن الخطف تعرض. نعم يعني اول شيء لا هو ما قالها بشكل سلبي، اللي مرق فيها بمراحل الخطف حتى. نعم. التعرض اللي التعنيف اللي تعرض له من بعد هربه من بعد ما القوا القبض عليه، فعباس اكثر واحد تعرض. فكنت عم نحكي تحت الهواء انا والبروفيسور يعني، فعم نحكي عباس يمكن اول ما اجى من المطار
كان كتير مستاء، عبر عن شيء مستاء منه انه انا ما عارف الصورة مش مجلية عنده. لا. فعبر بطريقة انه انا مزعوج من فلان او من مدري مين عباس، فانحمل على محمل سيء بالعكس. بس اللي بدي اقوله انا هلا عم بحكي هون انا جاي بالنيابة عن عباس، فعم بحكي باسم عباس لكل الناس تفهم وتعرف انه نحن من منزل خيارنا مقاومة. ليش عم بتدافعوا عن هذه المسألة؟ ليش يعني حط صورة سيد حسن ومعروف انه عامل تاتو على ظهره صورة السيد حسن نصر الله عباس شعيب؟ طيب هذه المسألة ليش عم بتحاولوا تبرقوا حالكم وتدافعوا عن حالكم بشكل انه كانوا حدا مشكك بعلاقتكم بالمؤامرة؟ لا لا ابدا مش هيك، بلا هيك بتبين. لا لا من الرس... لا لا من شيء، في شيء رسمي ما حدا مشكك وكلهم بيعرفوا مين الناس وأغلق... يعني لا لا في بس بعض الاشخاص اللي هم اول وصول استاذ مثل حاج عباس على المطار قال انا عتبان على الطائفة. إيه؟ انه كان لازم يكون التحرك اكبر بكثير من هيك. وقال عتبان على رئيس الجمهوريه، انا اهلي مكرح ما بيروحوا بيشرفوا، طلعوا وقفوهم بباركينج ما استقبلوهم بالقصر. هلا يمكن انه على وضعه ما ربط الجمل ببعضها. وهلا الكلام اللي صدر قبل شوي عن المختار انه عباس شعيب قالوا انت انه قال انه يعتذر السيد، وانت قلت هو كان عم يرسل اشارات امنيه. يعني انا بقول لك الاشارات الامنيه يلي عم يرسلها، انا بقول لك شو كانت الاشارات انه احنا فهمنا عليه. قال نحن عم نحكي ما حدا حاطط السلاح براسنا، يعني هو في سلاح موجه عليه، ما حدا عم يضغط علينا، يعني هو مضغوط عليه، ما في حدا واقف بوجهنا وعم يفرض علينا، فهو الناس واقفين بوجهه وعم يفرضوا عليه. يعني هاي الاشارات الامنيه. لا. مش كان عم بيقول لهم وين مخزن السلاح ولا وين انه نحن انا بدي استدعيك تكوني مساعده اعداد او مؤدبه. مش معقول نحن لك انا هون باسم الحاج عباس شعيب، باسم الحاج حياة، باسم اداره حمله بدر الكبرى، بدي اتوجه لسماحه السيد حسن نصر الله عن المنبر يلي بيشاهدوه الملايين. بدي اقول له سماحه السيد، نحن باسم إدارة حملة بدر الكبرى منعتذر لأنه قمنا بهاي الرحلة وسامحنا للي بيسوى واللي ما بيسوى يطاول على مقامك. هل قد هيدي بتغني عن كل شيء؟ هذا الكلام باسمي، باسم الحاج عباس شعيب. بس هي قول شغل تفضلي حاجة، عم تحكي عن قصة رئاسة الجمهورية، بس نتذكر واكبنا معكم، يعني تنكون عم نفرج الصورة مثل ما هي. كمان أياما كنا ننطر نحن وياكم بعين التينة برا، ياما كنتوا تجربوا تاخدوا مواعيد من رئيس الحكومة، ياما كنتوا تكون لقاءاتكم كمان مش جيدة مع الوزراء. يعني مش وحده رئيس الجمهورية بيتحمل مسؤولية، فينا نعتبر سلطة ككل لو لم تصفق يوما ما ويتكلف اللواء عباس إبراهيم وتتشكل لجنة وزارية، وحتى هاللجنة الوزارية عانت الأمرين بالتفاوض. بس في شمرة رحنا على عين التين ونطرنا ببربور، في شمرة رحنا على عين التين ونطرنا ببربور، كنا نوقف على عين التين برا. رئيس الجمهورية افتكر عنا مشكلة مع سوبر ماركت أبو خليل، وقفنا بالباركينج تحت. قلنا له لا يا عم الزلمة مش دعوته منيحة، إنه حجة العظيمة، إنه بس من هيك إنه نحن يعني حتى نحن توجهنا بالنهاية. حاجة أنت رح تبقى معنا المحور التالي. دانيال بدي أسرق الوقت معك لأنه بدي تجاوبني كأنه يعني عباس موجود، طالما أنت بتعرف أنه عباس. مين اللي ضربوا العباس؟ المجموعة الخاطفة باختصار. المجموعة الخاطفة، ما هو من بعد ما هرب ومن بعد ما مسكوه. لا بس في بينها، أنا بدي مرق شغلة في قصة طلب الاعتذار من السيد. طبعا احنا رفضناه وبعثنا له رسالة انه لو سمحت السيد ما تعتذر لو بدون يقتلوهم، نحن قلناها على هوا هيدي. نعم. ففي كذا حدا من المخطوفين يعني وحضر حاجة اتصال معي والاتصال مسجل كذا حدا من المخطوفين طلب هالطلب. يعني قلت له حاج كان في ضغط، انتوا بدكم نعتذر؟ بدكم السيد يعتذر؟ قال لي مش لو كنا 11 شخص، لو كنا 11000 اتصال موجود. بس طلع في كذا حدا من المخطوفين طلب على الطلب وعبر موقع جريده البلد، يعني انا سمعتهم. فهذا الموضوع ما كان بالحاج عباس وحده، حتى كمان نحط كل شيء على الحاج عباس. هيدا هو هلا الحاج عباس. المهم لما انخطف، لما انهرب ورجع انمسك، انضرب. ايه ضربوه وطلبوا منه اذا بتحكي قدام اصحابك انك انت انضربت نحن رح نقتلك. نعم. ايه وانضرب على ظهره وانضرب على جهه. يمكن في الحاج على ترمس بيعرف هذه الحاله، لانه الحاج على ترمس تأخر فترة طويلة عباس لما قالهم، قال الحاج علي قال له ليش خبيت علينا هالفترة كلها، يعني انه منه هالأمر العظيم كان. فالجهة الخاطفة هي ضربته وركزوا بضربهم على ظهره، وعنده هلا فقرات بظهره زي حمام محله. وهلا انتم اعلام وبتعرفوا كل شيء، بكره بتطلعوا على المستشفى اللي هو هلا بده يتعالج فيها وبتشوفوا الصور وبتعرفوا من الصور ومن الفحوصات ومن التحليل كل هالتفاصيل. طيب هل معاملته من قبل الخاطفين كانت مختلفة عن الآخرين؟ نعم كان يتم التعامل معه مختلف. يعني هو هل خضع لتحقيقات مختلفة يعني تيتأكدوا إذا هو عنصر قيادي بحزب الله؟ نعم أم لا؟ نعم. طب هو عنصر قيادي بحزب الله؟ نحن حزب الله كلنا،
نحن هيدا موقفنا ومبادئنا، نحن حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله. نعم. إذا طلب مننا نموت منموت، وإذا قالنا عيشوا هيدا انتهى الموضوع. لحتى نقطع الطريق قدام الكال، دمنا شيء اسمه حزب الله، انتهى الموضوع، ما في شيء تبرير. كنا قبل شيء عم نحاول نرتب الأجواء، لأنه هن بين إيدين ناس إرهابيين متطرفين رجعيين، بس هلأ هن طلعوا من إيديهم. حاج عباس شعاب نعم واحد من شباب حزب الله، ونحن كلنا شباب حزب الله، وبنفتخر بهالشيء وبنقوله فوق فوق يعني فوق الطاوله مش تحت الطاوله، هيدا فخر لنا. طيب فاطمه، مين كان عم بيعيش العائله بهالفتره؟ نعم كان في الا لواء عباس ابراهيم، هو اللي كان عم يطلع فينا. كيف يعني؟ مش من اول مرحله. يمكن مش من اول مرحله. ايه مش اول مرحله، لا يعني بس هو يعني؟ كان يبعث لنا مبلغ من المال كل اول شهر. لواء عباس ابراهيم. لواء عباس ابراهيم بس بصفة شخصية. بصفة شخصية هو شخصيا، يعني مش تحت اسم الدولة، بس لا انه مدارس لا ماشي يعني طب كذا ولا شيء ولا شيء كان انه ينسأل. كيف كنت تأمنوا حالكم؟ انه انا كنت من الحملة وهيك، انه كنت هيدا من المصاري بعتنا يون لواء عباس ابراهيم. يعني قديش كان يبعت لواء عباس ابراهيم بالشهر تقريبا؟ مليون كان يبعت لك مليون لكل عائلة. مليون لكل عائلة. بس مش من اول فتره، مش بس كمان لواء عباس ابراهيم التزم شهريا اللي يبعث مليون شهريا هو، وكمان حزب الله وحركه امل كمان مرقوا للعوائل كمان $1,000 $2,000 $1,500 كمان ساعدوا فيهم. بالنسبه لبتخي عباس كمان، هي كمان عندها عائله وعندها سلايف وعندها اخوه كمان ما تركون، يعني كمان كان شوي وضعه مرتاح اكثر شوي مش يعني مسؤوليه الدوله. نعم. فهو هذا الشيء الخاص كعوائل فينا يعني. عباس يعني دانيال عباس يعني اليوم للمستقبل شو مخطط يعمل؟ عباس بده يرجع على حملته. هلا عباس مبدئيا نحن عم نقول انه صار عنده شوية اضطرابات، حتى صارت يعني من خلال الحكي اللي عم يحكي او اكثر كان عم ينسى انه شو عم يحكي شو عم يقول، يعني فعلا من وراء الضغط النفسي اللي صار عليه صار اوقات عم يضيع الفكره، يعني طلع عم يحكي حكي انا نحن بنعرفه لعباس، عباس بيقولوا له عباس لقبه بمنطقتنا الجبل، لانه قد ما كان صامت بيقولوا عنه، هلا عم تخونه الذاكره، عم يعرف يعبر باللي بده يقوله. ما كان هيك عباس، كان معروف انه واقف الصلب كان معروف بس يحكي، هلا عم يضيع الفكر اللي بده يقوله. يعني هي طبيعي اللي عم بيقوله كان اضطرابات لحكي عن 100%. تحدثت انا بفصل تحت الهواء بهالموضوع، يعني لا هلا بيطلع بده يعبر عن شيء مش عم يعرف يعبر عنه. عباس منه هيك، بس هلا لما تقعد انت وياه لحالكم غير لما يكون في جو عم تتحدث بتلاقي انه عادي عمي عنده مشكله. فاطمه عرفنا انه النور تراجعت بالمدرسه هي واخواتها صح؟ اول فتره ليش؟ انه اكيد انه غياب الاب عن البيت يعني اثر هالشيء عليهم. هلا بس بفضل يعني المعلمات هيك شوي انه رجعوا تحسنوا بالمدرسه. دانيال اخر سؤال يعني بموضوع عباس شعيب، يعني وسائل التعذيب اللي تعرض لها شو هي كانت؟ مربطينه بالحديد ومعلينه. نعم. وصاروا يضربوه بالبواريد وبكعب البواريد على ظهره، على ظهره من وراه وعلى وراكه. نعم. مرة من المرات كهربوه. هلا في بعض الفلاسفة اللي عم يطلعوا مع الشيء اللي كان عم يحلل استاذ مرسال، بعض الفلاسفة اللي كان عم يحللوا عن المخطوفين بحلقة بأحد القنوات، يعني عم يقولوا انه ناس قالوا انضربنا وناس ما انضربنا، عباس الوحيد اللي انضرب صح، ما هو ما بده فلسفة، يعني في شخص عامل حاله فيلسوف وعم يفوت بعيد ال محمد منذر. نعم محمد منذر كمان اكل قتلي، فما يطلع علينا هول فلاسفة. وحتى كمان اللي هلا لنرجع نتطرق كمان لموضوع عقاب صقر، عقاب صقر قال لأحد الإعلاميين لما قالوا أنه انقتل أربعة، ده قال له أحد الإعلاميين يعني، وقال له أنه طمني عن جد مات أربعة؟ والله هيدا الحكي منه صحيح. قال له لا ما مات، بس أنا قلت لأبو إبراهيم قوله هيك لحتى أحرق قلب أو أعصاب حزب الله وحسن نصر الله، اللي هو حسن نصر الله بالنسبة لإلنا تاج على راس كل هود الناس. بس يا دانيال انا يومتها حكيت مع الاستاذ عقاب صقر وما قال هالكلام، هلا يعني ما بقول لك لإلك، لا ولا بقول لي يعني مش معقول يعني مرسيل ما حيقول لك لإلك، يعني يومتها نحن كنا محروقين على اهالينا باعزاز، كنا عم نتصل بكل ما الناس، اتصلنا بالاستاذ عقاب، اتصلنا باللواء الحسن الله يرحمه، اتصلنا بشيخ بيير دار كان عم يعمل اتصالات من قلب النيوز روم، كلنا سوا كنا عم نتابع، ما كان عم بيحكي عن هيك الدور
بده يقول لك لك بيقول لك غيرك ايه شو بده يقول لك لك يعني اذا هلا لازم يكون صادق اذا اذا لك ما قال لك وقال لك غيرك يعني هيدا منا يعني هي منا مقارنه هيدا المساله لا قال لك لك شيء وقال لك غيرك شيء ثاني ونحن اصلا بنعرف دوره والدور المشبوه وبنعرف حتى اخر دور كمان لما كان في نافذة أمل أنه يترجعوا هود المخطوفين اللبنانيين من بعد ما انخطفت عندي حدا عم بيحكي عن دور النائب عقاب صقر جاري ماهر أول شيء وأستاذ عباس صباغ جاري تفضل جاري من السويد تفضل أول شيء الحمد لله على سلامة المحررين يلي رجعوا على لبنان وعقبال ما يرجعوا أخوانا بسجون النظام السوري نظام الممانعة والمقاومة بنفس الوقت يلي نحن نتنيهم أصلا يمكن بس انا بدي اقول انه النائب عقاب صقر خلال 17 شهر اللي قطعوا من اول ساعه طلع خبر انه في مختطفين لبنانيين كان عم يتابع هي القضيه وكلياتنا كنا عم نتابع ونعرف شو عم يعمل شو عم بيصير ما بحياتها كان في ايد لحدا لبناني بهيدي العمليه واذا في حدا له مصلحه فيها هو يلي عم بيحقق اليوم اهداف منا وعم بيحقق انجازات وعم بيعمل مكاسب وعم بيصير بالاعلام بطل قومي عن فان السيد الحاجي خيار هيدا فريقكم انتو روق دانيال خليك نعم دقيقه عم بخصها نحن اليوم اخذنا هيدي القضيه اللي كنا نحن متابعينها ومؤمنين فيها وزعلانين على الناس يلي اتصرفوا فيها ومتابعين كل زواياها تآمرتوا علينا بتركيا علم حزب الله الأكبر يلي موجود بمطار بيروت تاج راسهم تاج راسنا علم حزب الله نحن أحلى من نجم الداود اللي عم تنحط على أعلامكم روق شوي روق شوي بدي دافع عن بدي رد في عنا نجوم لحتى نحكي فيها ولكن النجوم هي اللي عم تقتل الشعب السوري النجوم اللي طلعت هي من ورا شهداء حزب الله اللي حرروا جنوب وقت ما أنتم كنتوا عملاء إسرائيل تعرفوا لجري بعرف كل العالم أنا هيدا الناس بتحكي بالطريقة ما بدي خلي حدا يكفي ولم تفتحوا هذا الموضوع الشعب السوري هو اللي عم يتعذب والشعب اللبناني هو اللي يتعذب انتو داعمين الارهابيين اللي عم يعذبوا الشعب السوري هو بقطاع الروس انتو داعمين هول الارهابيين اللي خطفوا اهلنا سنه وسبعه طيب مروق دانيال هول الارهابيين انتو اللي داعمينهم خليه اسكت هيدا شو بدنا فيه طيب لحظه هو عنده ويب سايت عم بيشتغل للثوره السوريه هيدي اي ثوره هيدي جاري بس ما خليته يحكي ما يحكي لانه عم مش ليش انت عم تحكي هو بده يحكي هود اللي عم قول عنهم ثورة إرهابيين قطاع طرق خطفوا لبنان دانيال 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 أول شيء نور حدك خافت منه لما جاري ما عم نسمعك يا جاري ما عم نسمعك بدنا نقرب مين بده يسمع أنا بدي أحكي أنا بدي رد لحظة لما جاري كفي لي آخر كلمة تسكر الاتصال عنده رد شو بدك تقول بعد؟ عظيم أنا بآخر كلمة بس بدي أقول نحن أبائنا وأجدادنا وأباء وأولادنا كلهم تعذب سجون النظام السوري ونظام المقاومة والممانعة بينما أبائهم 17 شهر ما أكلوا كف وإذا أكلوا كف بيكون لأنه واحد منهم جرب يعمل له شيء شفتي ونحن ضد هيدا الشيء طبعا نحن اللي تعذبنا ويا ريتهم يجوا يوقفوا معنا مثل ما وقفنا معهم هال 17 شهر شكرا جيري أهلا وسهلا فيك بدي آخذ اتصال أستاذ عباس صباغ زميلنا استاذ عباس صباغ جاري ماهر عنده ويب سايت يدعم الثوره السوريه من السويد يدعم الارهاب بسوريا وليس الثوره بالنسبه لك ارهاب بالنسبه له ثوره بالنسبه لك انت سؤال اللي بيقطع على بواحد وبياكله شو بيكون ارهابي احسان في ارهاب بسوريا شكرا تعطيك ما هو التصنيف هيك بيكون هلا بسوريا او بغير سوريا ما بعرف لا عم يقطعوا بس شو بيكونوا دنيا بدي بعد عنا عائلة ترموس عائلة حمود بس معني هون تفضل عباس صباغ مساء الخير اهلا وسهلا فيك انا بدي احكي نقطتين وباختصار شديد جدا لضيوفك اول شيء الحمد لله على سلامتهم جميعا رجعوا وبطلنا نشوف هذا المشهد الاطفال والنساء على الطرقات وبالشتاء وبالصيف قدام مراكز التركية وغيرها أنا بدي أحكي بس بتاريخين ب 24 تموز ونهار 3 نتصل بعمر عبيد اللي هو سائق الحافلة لا نسأله عن المخطوفين كان هو صاروا تقريبا شي 4-5 أيام تركينه فبقول حرفيا إنه يوم إجا لقى الشباب حاطين أرجيل فبقول له لعلي عباس شو أرجيلة مو أرجيلة قال له إنه إجا وقاب صقر الشيخ أبو إبراهيم وقال له في تشيك مفتوح من الشيخ سعد الحريري تأمن مطالب أو الناس الحادث الثاني ب 15 آب أستاذ مرسال لما بعض التلفزيونات ضللت بخبر مقتل اللبناني أنا كنت عبد الحاج حياة وكان دانيال
التحدي وقتها انا اتصلت بنائب وابصار قال لي انا بختلف معه بالسياسه وانت بتعرف يعني، فكان عم بيعاتبني انه انا عم حرض الاهالي وقولوا انه هو اخذ فديه مشان يضلهم هول الناس او سرق الفديه والاخريه. قلت له انا بدي منك جمله من ثلاث كلمات، صحيح خبر مقتلهم ايه او لا؟ قال لي حرفيا انه ابو ابراهيم بده يحرق قلب اهلهم وبده يعذبهم، فمشان هيك طلع بهذا الخبر. وهو قال انا بعدين بقولش حتى علي عباس، انا بعرفه انه وصل زار مرتين ابو ابراهيم، مره قبل ما يسيطر المعارضه على عزاز قبل 15 تموز، والمره الثانيه هي ب 2 اب، اي قبل ما نوصل نحن لعنده نحن وزميلتنا العزيزه الثانيه مهنا اللي كنا نحن اول واصلين. بدي تختصر عباس تفضل. فانا ما عم دافع عن عقاب صقر، انا دفعت عن قضيه التزمناها طول هذا الوقت، هناك ناس دخلت على هذا الخط، نحن بنعرف بالتواريخ ب 29 تموز لما طلعوا المخطوفين عنا وابو ابراهيم سمح لهم وقت يطلعوا على الميادين حضرتكم نقلتوها، كان ابو ابراهيم يتعامل معهم ايه كضيوف لكن هم محبوسين، لكن بس هيك انا عندي ذاكره منيحه للاسف بعض المحررين حتى نسوا انه نحن رحنا لعندهم عم بحكي كميادين. كنا حنتشكروا هلا على الله يسامحهم. ورغم انه ابو ابراهيم بيقولوا لسعيد بيتموني زميلكم هذا عباس صباغ عم يضحك علينا رح حطه مع الشباب، وسعيد من فتره خبرني بكل الاحوال هذا الملف طوي، لكن الفضل لا الاخير هو اكيد في جهود دبلوماسيه، لكن عشيره اهل بغداد دلت الاهالي على الطريق الصحيح او من المتعاطفينهم، لو ما في طيارين خطفا في لبنان لم يكن هؤلاء الزوار. يعني عشيره ال مقداد هي اللي خطفت طيارين تركيين؟ لا هو بقول دلت الاهالي على اساس انه الاهالي. شكرا شكرا عباس صباغ، اهلا وسهلا فيك. تعليقك قبل ما نفوت على بريك، بدي اسمع كلمه قبل ما نشكره. خبر المقتل 11 انا حصلت على رقمه لعقاب صقر، للنائب عقاب صقر، وقت حكيت مع الشيخ بيير وكنت انت على تواصل معه واتصلت فيه، قال لي ال 11 ما بهم شيء، في احتمال يكون ناقلين الاربعه والبقوه حاطينهم مطرح ثاني. هيدا الخبر يلي انا سمعته حرفيا باتصال، والاهالي عندهم ثقه باللي انا بقوله، كنت موجوده عند الحاجه حياته وقتها. نعم. طمنتها. ثاني شيء بموضوع قصه انه السائق، فعلا كلنا حاولنا وقتها نتصل فيه وجبنا رقمه واخذنا رقمه وقتها من الحاجه حياه، حاولنا كثير نتصل فيه، غاب عن السمع، بطل موجود، بطلنا نقدر نحكي معه. اذا بتتذكري مزبوط حاجه حياتي، يعني في كثير روايات فاتت على قناه. نحن بدنا نشكركم لانه خلص الوقت مع محوركم، لانه بدنا نستقبل بعد علي ترموس وحسن حمود وعيالهم، وتاخرنا في عنا نشط اخبار. نور خليني بس انا بدي بوصي بس على عباس. ايه؟ لو سمحت بكلمه بس كلمه، بتشكر عباس صباغ كمان اللي هو الجندي المجهول اللي ما حدا ضوى عليه، حتى كمان قناة الميادين طلعت لفوق على سوريا مع القنوات اللي طلعت. فاطمة شكرا لك، عندي كلمة تقوليها؟ شكرا. نور بدك تقولي شيء؟ شو بدك تقولي؟ تفكر يلا حطيتها ثلاث دقايق لا كنا حكينا فيهم كنا حكينا فيهم. حاجة حياة رح تبقي معنا. ندى بدك تقولي شيء بعد؟ لأنه بعرف أنه أنت عندك ارتباط، بدك تقولي شيء عن هذا الملف العزيز عليك. أنا بدي أقول هذا الملف وكل ملف نحن بنشتغل فيه بقسم الأخبار بالإل بي سي بيكون عزيز علينا، لأنه نتعاطى فيه بكل مسؤولية ومنحاول نكون كتير شفافين وموضوعيين. بس برجع بكرير، ما فينا نكون إلا نحن بشر بالنهاية، بنتعاطف كلنا لبنانية، كلنا أهل هيدا البلد، ما حدا غريب عن التاني، تنجي نخون بعضنا ونتذاكى على بعض. أنا بدي أشكرك لإلك. أنا بدي أشكرك لإلك أنت، وبدي أعرف شو جاب لك حدا من اللي قال لك جايب لك كادو معه. شو جاب لك؟ ما في إلك. شكرا لإلك وسلامة قلبه الوالد ندى. أنا بعرف إنه عندك موضوع عزيز عليك بهاليومين، ومع ذلك أنت حبيت تكوني إلى جانب هذه القضية. شكرا لإلك. رح ثقتنا ندى يعني. رح أتوقف مع بريك وبستقبل بعد، بيبقى معنا الدكتور كرم حتى يعطينا خلاصته النهائية. شكرا لإلك ندى، بعرف إنك رايحة على ارتباط كمان عزيز. فاطمة الحمد لله على السلامة، حاجة حياة رح تبقى معنا، ونور شكرا لإلك. بستقبل بعد بريك عائلة علي ترموس، علي ترموس، منى ترموس، إسراء حمود وحسن حمود وإبراهيم ترموس.
إلى الدكتور كرم موجود معنا طبعا الحجة والحجة حياة موجود معنا. حسن حمود أهلا وسهلا فيك. حمد لله على السلامة. حسن كان من المحررين وإسراء حمود بنته كانت معه, يعني هي أطلقت وقتها تم الخطف وبقي حسن. إبراهيم ترموس أهلا وسهلا فيك. إبراهيم ابنه لعلي ترموس. حمد لله على السلامة علي. علي حضرتك تحررت يعني السبت الماضي, والست منى ترموس صرتي مشهورة مثلك مثل الحاجة حياة. طبعا احنا بإطار تحضير وثائق كبير حول الخطف والعودة بدي اعتذر منكم تأخرنا كتير, بس عم ناخد عينات من شهادات الوجع الليلي لحتى بحضور الدكتور كرم نشوف كيف نقدر نتخطى هذه المرحلة من مرحلة الوجع. فهمت قبل شوي منك حسن انه شو كنت عم تقلي ما معكم اخذوا لكم تذكركم الهويات والباسبورات والخواتم والساعات والتليفونات وما بيرجع شيء, وبكرة بتلاقي واحد فجر حاله بسوريا اسمه حسن الشيشاني. حسن حمود الشيشاني. ليش كنت عم تقلي قبل ما تطلع على الهواء انه هاي بدلة خيي وكرافات خيي؟ لا يعني هلا بقوله شو هالمخطوف اللي لابسه كرافات هلا وكذا. هلا هي من عند عبد, انا وعدته قال له على الهواء. مين عبد؟ جارنا ببيت ياب. هيدا ابن ناصري. هيدا القميص لمحمد. ليش وين ثيابك؟ لا ما هلا بس يصيروا يقولوا شو هالمخطوف اللي لابس. ملعينا نحن الدولة اللبنانية صراحة يعني بغيابنا مش مقصرة بشيء. من أول يوم انخطفنا كل يوم يجوا لعند أهلنا, كل يوم يسألوا شو بكون, هالأطفال هالولاد عم تسجلون بالمدرسة, حدا عم يمرض مثلا. مارتي صار معها 3 أمراض مستعصية, كهرباء وقلب, وبتلاقيها واقفة وبتغمى بالأرض من كتر ما كانوا هول اللي نحن كنا عندهم يطلعوا دعايات انه متنا وقتلنا وتقطشوا شياف. وعلي ابو ابراهيم هو ابو زفت وابو جمعه هو ابو جمعه, وتقطشوا وشقفوا واحد وقصص روايات. نحن كنا عونيكي بس نسمع هالقصص, كنا نحن نبكي على اهلنا شو عم يصير فيهم. طيب بس انتم شو كان وضعكم؟ نحن كان وضعنا باي مرحله عاطل. كيف كنتوا تاكلوا؟ خبرني اول شيء شو كنتوا تاكلوا؟ يعني عم بقرا انه كنتوا بيتوا على الخبز كل الوقت صح؟ انت اتيت حديث للديار بتقول ان بيت على الخبز كل الوقت. على الخبز لا اخر الوقت اخر الوقت اخر الوقت يعني هو 4 أشهر من ايار حزيران تموز اب احنا بقى شهر هلا تشرين. هول ال5 أشهر كانوا اتعس اشهر بحياتي. شو حج علي ترمس ليش عم تقول شو؟ لا انه عم اقول له يعني عشان توضح الفكره انه تكون الواحد ما يكون في مبالغه. هي اخر جمعه لما تم نقلنا من معسكر لإلون لمعبر باب السلام لأوضة على السطح فوق المعبر فوق الهنجار اللي كانوا يخطبوا فيه الباسبورات. إذا سابقا جابوني عليه شهر زمان. هي أوضة صغيرة ما إلها منفس إلا شيء بسيط. هذه الأيام جابوا يعني آخر يومين بيومين يعني 48 ساعة جابونا فيهم سندويش فلافل واحد وساعة تنتم بالليل وطازها تعرف يعني جايبينه من الصبح جابوا الساعة تنتم بالليل واقع عن هيك. يعني فتحنا السندويش نحنا صرنا نشقف من الخبزة وناكل ونشرب عليها ما نحتاج. هذا الوقت يعني صورت 48 ساعة ساندويش فلافل. فقلنا لنا الشباب واقع هيك, قلنا لنا يلا تحملوا ربما الله سبحانه وتعالى عم يمتحننا امتحان أخير إنه بعد هالدي يصير فراغ. وفعلا إنه صبح لما فتحوا ما بدنا نطالبهم إنه شو ليش عملتوا فينا هيك, إلا بيقولوا لنا حطوا شو اسمه وأخذونا. علي حاج علي يعني هالمرحلة الصعبة كيف كنتوا تقضوها؟ يعني خليني أسألك تفاصيل بيسألوها الناس, يعني تيابكن حاجياتكن فرشاة سنان خيي تبعك مين كان يأمنون هودي؟ هلأ كنا نطلب ان احنا يعني أمنونا مرات يأمنوهن يعني أمنونا مثلا جابونا فرشاية نحنا بالشهر وبالسنة وخمسة شهور أدوات الحلاقة التفاصيل يجيبونا تيابكن غياراتكن شو؟ يعني يجيبوا كل فترة نطالب مثلا يعني يوعدونا مرات يجيبوا مرات يأجلوا يعني طيب. كانوا يجيبونا إياهم بس على يعني دفعات. يبدو الأستاذ عقاب صائر عم بيعمل بده يعمل مداخلة, بتأمل من فريق العمل إنه يتصل بالأستاذ عقاب صائر على أحد أرقامه. يبدو بده يعمل مداخلة ليرد فيه على بعض الشيء اللي صار. هلا إنه كان يعني عفوا إنه نحن أول شيء وقت ناصير وتاني شيء بده يرد مثلا عفوا يعني رد على اللي كان حكى. هلا نحن ما منش أنا بحبش فيت بهالنقاش. أنت ما بتفوت يعني ما بتحمل عقاب صائر مسؤولية؟ مش ما بحبها أنا السياسي كلها بعد ما شفت هلا هذا الحكي خي مرسال يعني في نفاق كتير في نفاق كتير معلش يعني نفاق من قبل مين؟ بس كل السياسيين كل السياسيين في نفاق لأنه ست منى العظيم
تفضل. أنا مرة كنت بآخر حلقة طلعت أنت مع عقاب صار أنا سميته القرصان غراب البين، هيدا ما لازم يكون اسمه نائب لأنه النائب ما بيقطع طريقه وبيوعز للخاطفين لأحمد غزال ولأبو إبراهيم بلسان وللشيخ منير اللي كان خاطفهم، إنه إجا اتصال من تركيا من نائب لبناني قال لهم في قافلة للزوار تابع على حزب الله خدوها واستفيدوا. هو معقول يا ست منى؟ طيب بكلامهم طيب هني للخاطفين طيب، لا طيب بكلامه طيب، طيب ماشي بس معلش قبل ما أنسى، آخر مرة كنت بلقاء معه قال لك المخطوفين اتقسموا لثلاث مجموعات صح ولا صحيح. لا طب لما طلعوا الزوار عم بيسألوا قالوا لنا لا ما تقسمناش ليش بلا هلا قبل شوي خلالي. هلا قبل شوي قالوا انه نقلوا في بيتين قبل بس هو انساني كان الحكي ايه بعد 10 ايام من الاختطاف ضلينا مع بعض ليش هو اتحفنا بهيدي الروايه ممكن يكون هني عم ببلغوه عم بيكذبوا عليه مثل ما كذبوا عليكم ما دام عم بيكذبوا ليش مقتنع بهيدي الثوره وبشرات هيدي الثورة بس هو ولا بأمره نظره انه هم من السوار هو قال انه كان هو مجموعة ارهابية بس هو صدق كل بسورية كلها موجودين عشان صدق كل موجودين يعني ثورة بعدين اللي طلع هلأ جاري اللي عم يحكي انه اهالينا محبوسين مع النظام انا بوافقه مظبوط وانا حتى بتوجه للرئيس بشار انه هولي اللي كانوا على خطأ واللي اخذوا النظام انه حلهم بقى يرجعوا لأهاليهم لانه دفعوا يمكن ثمان غلطهم حلهم يرجعوا لأهاليهم وأنا بقدر شعور لأهالي بس أنا بدي أسأله اللي كانوا بالنظام مين هني مين هني أركان النظام مين طليس مين خدام مين العواك رياد الأسعد وينهم هني ما بالمقلب الآخر وبالمعارضة يعني الفساد لازال موجود يعني إذا رجعوا هولي وحكموا سوريا لازال الفساد موجود هني كذبوا الكذبة ولح يصدقوها هني عندهم مشكلة من الرئيس بشار الأسد فقط لأنه داعم المقاومة لأنه هني عملاء لأمريكا وإسرائيل ريمون لقطيها شوية بده الحج لا حد عم بيشيل بدورة لمونا كل الوقت يعني بالانترفيوات عم بيقول إنه هي كانت بطلة بوجهها لضحية لها حقيقة أنا مدان لإلها يعني بشو؟ بشو لأنه لو ما جهودها يعني بفضل الله أول شيء وفعلا جهود الحاجة الحياة ما كنا رجعنا طيب. إسراء شو كيف قضيتوا هالمرحلة بغياب الوالد يعني هو حب يحكي معك هو أنه عم يخطفوه ما خلوه جيتي على لبنان كيف قطعت هالمرحلة عليكم بغياب حسن؟ هالمرحلة كانت كل من وقت ما خطفنا لحتى رجع بابا كانت كلها قهر وعذاب ضلنا ناطرين يعني خبر كل قد ايه لحتى يطلع خبر على لحتى نطمن عنهم وما كنا نطمن يعني وقت قالوا انه قتلوهم ولما مره طلع ابو ابراهيم وارجع انه هو انه وقت طلع ما في عليه دم وقال انه قتلوهم وعذبوهم نحن وقتها انهرنا وانت بتعرف وقت طلع التلفزيونات وصار يقولوا انه انه ماش في عمل يرجعوا على لبنان انه شو شعور كتير غريب انه مثلا بنت بهالمرحلة مين ساعدكم مين اهتم فيكم يعني بيك بيشتغل بالبويا وطبعا وسائل الرزق ضيقة وصعبة والكل بيعرف وضعية البلد كيف عشتوا ما حدا كان يساعدنا ما حدا كان يدق باب ما حدا اجا سألنا يعني واقع بس ابراهيم كان الناس اللي بعتوا مصاري كان قبل شوي عمين قال صحيح هو الوحيد اللي كان بس يطلع فينا لا كان من جيبته الخاص يعني ما خصش الدولة اللبنانية ما طلعتش فينا بالمرة على فترة سنة ونص حتى الوزير وائل فاعور اتصلت فيه يعني شخصيا وكذا مرة قلت له على أساس أنه لح يرد علينا خبر قلت له نحن في عيال نحن ما بدنا مصروف أكل نحن بدنا مصروف مدارس وجامعات بس على أساس قال لي خير ووعدني خير ويرجع اتواصل مع الأستاذ علي إسماعيل وكمان يوعدنا يعني أنا سألت الوزير وائل أبو فاعور حول هذه المسألة قبل ما أطلع على الهواء بيقول لي أنه ثلاث مرات عرض هذا الموضوع بمجلس وزراء كان يقال له هاي مسؤولية الهيئة العليا للغاثة ما تتعاطى فيك وزارة الشؤون الاجتماعية وكان يجابها بالرفض علي تربو شو بدك تقول عشان هيك أنا يعني الكلام اللي حكيته النفاق هذا هو نعم يعني هذا يعني ليش هو مسؤولياته ما بتخوله انه يساعدنا نحن كهالي مخطوفين بس هي مساله موازنه بدها موافقه مجلس وزراء على انه مجلس الوزراء حرك الهيئه العليا للاغاثه قال لك تجي ب 11 الصبح 11 عائله شوف شو بدهم شو لازمهم هلا شو هنرجع الموضوع للحكومه قديش بكلفوا تسع عيال وفيهم اثنين عزابيه يعني سبع يعني بيبقى سبعه بس متجوزين وعندنا شو بدهم يكلفوه لو الوزير لو النائب اللي عم يقبض 10 مليون و10 وكسور لو كل واحد مليون كان او والوزير إبراهيم بهالمرحلة اللي بيك كان غايب كيف شعرت؟ شعرت بمسؤولية إنك بدك تعمل تظاهرة بدك تنزل على الأرض بدك تحتاج شو عملت؟ كيف قررت تواجه؟ ما بابا انخطف إنه كانش في حدا عم يسأل عنا ولا حدا إنه صار عم بدق بابنا أو صار إلا عاوزين شيء ما حداش كان من قرايبيننا هيك وينزل معنا على الاتصالات كانش في إلا أنا وأمي وأخواتي ننزل فكنت إنه صار حس إنه بلا أنا نحن اللي لازم ننزل نطالب ببابا وهيك. إبراهيم استاذ مارسيل لما كنا نكون على الأرض وقول أنا هلأ بدنا مثلا نطلع
اللي لا ما بدنا نطلع، يعني شو عملنا؟ يعني جينا ورح لا ما بدنا نطلع، حاجة الله يخليك خلينا على الأرض، يعني شو استفدنا؟ كان كتير مصر إنه نضلنا على الأرض وإنه هذا الشيء فعال وبيفيد و... نعم، حسن ليش عم تبكي؟ أنا يعني بصير تخيل الواحد لما مثلا بنتي بالبا يعني بعيدة عني مترين وقال لي يومتها ممنوع تحكي معه. حتى ابني ابراهيم كذا يعني مره عطل المدرسه ينزل معنا على يعني اصلح لك وقفت جامعتي كرمال انزل اشتغل وساعد امي. وقفتي جامعتي تنزل تشتغلي وتساعد امي واولاد اثنين وابني كان كمان بالمعهد كمان مبطل وعم يشتغل كان عم يشتغل بس هلا قاعدين كلهم بلا شغل ما في شغل صدروا المزبوط. كيف رح تكفي على المستقبل هلا شو شو شو, شو كيف بدك تواجه على المستقبل وعلى البي سي؟ خبروني عنك انك نكتجي بس حسن لا شو مخطط يعني كيف بدك تتعامل مع الايام اللي جاي يا استاذ مرسيل اسال لي الدوله اللبنانيه إيه لك يا عم يروحوا يسالوا شو اسمك شو اسمه جوزك المخطوف بس شو اسمه استاذ مرسيل حتى لما انخطفوا ورجعوا النساء استحلينا هيدي الدوله الكريمه تتوجه للمخطوفين للاهالي اللي رجعت شو صار معكم يعملوا تحقيق يعملوا ريبورتات يشوفوا يحققوا ما نزلوا حقه معهم يعني هذا كيف بده يقولوا المختار علي صغيب قبل ما تفوت هذا تقصير مش طبيعي ما نزلوا حقه معكم اسراء ما اخذوا افادتكم ما حدا سالوا مين اصعب عليكم شو رايك انك ضمن دوله غياب كامل انا بعرف انت عم تسالني عن شغله مش موجوده صحيح مش موجودة فعلا مش موجودة او عم يعملوا نكاوي ببعضهم وبيشتغلوا ببعضهم نحن شو اسمه لمرق لك هالشغلة كل مرة يجي ابو ابراهيم هذا اللي كان خطفنا اول مرة يقعد هيك يقول يا شباب طوروا بالكم راح تبلش الثورة بلبنان كل هدفه سألوا الحاج على ترمى يعلق السنية والشيعة ببعض صحيح ايه صحيح بس انتو كنتوا شيعة مع بعضكم لا هو يقول بلشت الثورة بلبنان يعني انه في اثنين عم يتقاتلوا بلشت الثورة بلبنان من خلالنا نحن عرف كيف بده يصير في يعني هلا لما يطلع هالاشياء عفوا نعم. لما يطلع انه نحن متنا طيب معلش انا اخواتي واخواتي اللي شو بده يقولوا بينزلوا على الارض بدهم يكمشوا عفوا يعني بلا ما بدهم يشوفوا سنه ينزلوا في سنه او سوري او شيوي بالعفو وتبلش المشاكل طيب الفرق بين عموري وابراهيم وابراهيم وابو ابراهيم ابراهيم مين كان احسن عمار دي يعني بدك الصراحه يعني مقسومه شو يعني يعني مقسومه ايه مقسومه ايه واحد هو عموري بيشتغل عفوا هو السياسي المخطط لكل وبجيب وهذاك كان شو اسمه يجي يحكي معنا شكل يحكي معنا شكل ويتصرف يعني انا حكاني حكي عسل يعني بس لقيته عم يصير اني في شغلات ما نعرفها نحن يعني ما كان عندنا تلفزيون نحن صراحه تلفزيون اجينا من 4 اشهر بس لا. من اصل سنه وخمس كنتوا تقدروا تشوفوا كل الوسائل الاعلاميه كل الوسائل بس وقت في شيء هيك ما بدهم يفرجون عليه بدهم ينزلوا هن بيان بدهم يعني شيء كانوا يشيلوا لنا السطرات اف اي والله وخاصه لما انخطف التركي يعني اي نعم نحن طيب كيف كنتوا تقضوا نهاركم؟ شو كنتوا تعملوا بالنهار؟ يعني بصراحة تقوموا تصلوا؟ ايه نحن كنا نصلي نقرا قرآن ايه يعني إذا تعبنا من يعني مشي نقعد نتحدث مع بعضنا نرجع كنتوا تنقروا ببعضكم؟ يعني بالنقر مع مين أكثر شيء كنتوا تنقروا؟ مين كان مزعج؟ حسن كان مزعج؟ كلنا مع بعضنا هيك الواحد يطلع خلقه شوي مثلا ولما تشوفوا الحجة حياة أو منى على التلفزيون ننبسط نرتاح صراحة يعني ترد لنا كنت تغار على مرتك؟ غار من شو بدي غار يعني؟ انه هالقد صار عندها حضور على التلفزيون مشهورة انا بيني وبينها خفت شوي لا, لا بس شو الوضع انه لا والله كنت لما اشوف كنت فخور فيها صراحة اول يعني بحكيك بصراحة انا لما كنت اشوفها كنت انبسط انه شوف بس مرة شفتها ضعيف يعني مبين الضعف عليها تضايقت مرة تانية شفتها بالشارع قاعدة بالارض كان لي انا 6 سنين تارك الدخان قمت دخنت كان يجيبوا لكم دخان إيه حسن حمود عرفت انك بحاجه لفحوصات إيه؟ انه عندك مشكله بي بي بالعمود الفقري صح إيه عندي وجع بظهري إيه؟ شوي عم نعمل فحوصات هلا بمستشفى السياحي انا بدي استغل بدي احكي كلمتين عفوا صدق. انا بتركيا حكيت مع يعني عفوا مش انه بتركيا قلت له للمسؤول التركي اللي كان جابنا قلت له نحن يعني كان عم يقول انه انا يعني اللي عملت جهود وهيك قلت له على كل حال ما بتكمل جهودك الا لتساعد اللواء عباس ابراهيم باطلاق سراح المطرنين ونحن ما بتم فرحتنا وفعلا نحن
فعلا ما بتتمل فرحتنا الا باطلاق. نحن كنا نتمنى يطلعوا اول مين يشهد الله انه حابين كنا معك بكل حال. إيلا بكلامه اللواء ابراهيم وهو مشكور على هذا الامر. فعلا هيك. وانا عندي شغلي يعني بالنسبه لي خاصه بدي اوجهها لانه يعني نسيت اوجهها بلقاء ثاني في الاستاذ علي خليل علي عائل هذا سفير حقوق الانسان. يعني اول ما راح لعنا عزاز وهو اللي كان كتير يحرك الوضع من هون يعني أبو إبراهيم. ففعلا اول واحد حصل على رقمه بيب انا بشكره كثير. انت سميتي الخاطف اذا سمعتي صوته بتعرفيه؟ قلت له ايه. جاب لي رقم تليفون قال لي خدي اتصلي بهالرقم. اول ما قال له قلت له هيدا هو. حبيبي بتسامح اللي خطفوا بيك؟ لا لا بتسامح. حرمونا منه سنة وسبعة اشهر. شو بتقول لهم؟ الله لا يسامح. شو ما عاش في حدا. مين بده يسافر؟ ما عاش في حدا. سمير العموري سواكا بعد في واحمد قاموا قالوا لنا اخطفوا واحمد غزال وفيك خي مرسال عم بحكيك صدقا. وانا نحن يعني الله شهد على كلامنا عديناهم. نحن قبل ما نجي بجمع بعشرة ايام يمكن عديناهم. نحن بنعرفهم صار ما هن يجوا لعنا. كانوا 70 كانوا 50 كانوا 60 بقي منهم 2 حول البلانتي تركهم. الله ترك البلانتي للبلانتي 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 ان شاء الله اللي تأمروا عليهم بدهم يلحقوا الزل ان شاء الله لما يلاقوا الله بعت لهم الزل يعرفوا هول بكرامة الإمام علي. نحن استاذ مرسال بنتمنى ما حدا نعم يدافع عنهم لانه نحن دعينا على كل واحد ظلمناه وما في واحد منهم ضل طيب. ما فيش ولا واحد منهم ضل طيب. يعني اخر شيء الشيخ منير هذا اللي كان يجي يفقعنا يطلع لنا روحنا يصير بعد شوي يقول بده في 24,000 وحده لازم نطلعهم 24,000 في 4,500 كل مره يدبر بشكل. قبل ما نوصل على تركيا عم قالنا التركي انه منير مات امبارح. انا قلت له لابو ابراهيم الله يرحم المؤمنين قلت له برا لابو ابراهيم انت يا ابو ابراهيم مش عارف حالك شو بدك. نعم يعني كل مره يطلبوا مطالب بشكل معناتها عم يماطلوا يعني عم ونحن شو عاملين؟ نحن كنا بزياره ومال انه هيدي لا بس بدي احكي لك سيرفي يعني معلش عفوا. بس باختصار لانه بعد عندي اربع دقائق بدي اسمع مداخله الاخيره للبروفيسور. بس باختصار عفوا انه قال لي الحرس اللي كان معنا قلت له يعني انه بالنسبه يعني شو ذنبنا نحن؟ قال كيف شو ذنبكم؟ الشعب السوري عم يموت وانتم رايحين تشموا الهواء؟ قلت له اه نحن بحرب تموز لما كان الطيران الاسرائيلي عم يضربنا انت كنت نايم بلا كنت تدمر عجل صغير كان نايم على السطيحه برا شو يعني؟ حسن ليش قلت انه خطف التركي ضابطين تركيين للطيارجي تاج على راسك؟ هني قايل بحديث انه خاطفي طيارين تركيين كالتاج لانه انقذوا تسع عائلات. مش مزبوط هالحكي. مش قايله حديث بجريده الديار. استوعب السؤال شو هو؟ انه اللي خطفوا التركيين هن تاج على راسك لانه طلعوك مجموعة زوار الرضا. على كل حال مش أنا بس مش مشكلة ما فهمت. تنظر لهم كانوا الأبطال اللي خطفوا الطيارجي التركي. يا أخي كيف الدولة اللبنانية صرنا 17 شهر. أكيد استيستوني ما بين المرادين نلنا مرادنا كيف بدناش ننظر لهم إنه أبطال ونوجه لهم أكبر تحية كمان. نحن ضد الخطف. مش بس عرفتي مين الخاطفين؟ لا أكيد ما عرفتش. يا ريت إذا أكيد ما يتصلوا فينا حابين نعمل لهم تكريم بدون إحنا أكيد ضد الخطف ضد الاعتداء على بس هيدا البسيط الأمل الوحيد لرجعوا أهلينا ولو ما المرادين ما رجعوش أهلينا فعلا. يا عمي شو بدنا من هالموضوع؟ صلاح نحن والأتراك وشممونا الهواء ونسونا كل اللي كنا عم يعذبونا وبرمونا. إبراهيم هل كنت راضي إنه أمك تاخد مساعدات من مراكز الشؤون الاجتماعية بالفترة؟ أصلا مش عم يعطوني مني منهم هيدي دعم من هيدا من الدولة اللبنانية ومثل ما عم ياخذوا مني نواجب عليهم يعطونا ما حدا عم يعطينا مني منهم لا وزير ولا نائب ولا رئيس أبدا ما يربحونا جميلة هيدا واجبهم هيدا أقل واجبهم. أنا ما بغير جنسيتي هيدا البلد إدي والوطن إلي. هني هالرؤساء والنواب والوزار عندهم الأموال البايظة وأنا كذا مرة أقولها وعندهم الجنسية تتفضلوا ما عجبهم هالوطن يرحلوا ويخلوه وأنا بطلب من الرؤساء. إبراهيم آخر كلمة شو بدك تقول؟ يتفقوا بقى ليوفروا على هالبلد وعلى هالشعب. إبراهيم آخر كلمة شو بدك تقول؟ بس انه الله لا يسامح ان اللي تأمروا على خطف تسعة وتأمروا عليها. علي انا يعني بعد نحن رح نرجع نعمل حلقه كامله ان شاء الله. انا يعني بشكركم واني صراحه انا اول ما نزلت من المطار شكرت الال بي سي وراحت لعنا والجديد لانه بقلن معزز عنا وبنشكر كل من ساعد باطلاق سراحنا من دول وافراد ومن خص بالذكر اللواء عباس ابراهيم والوزير شربل لانه الوزير شربل يعني من عندكم يعني قلبي كثير هدف له ولانه حسيته من قلبه عم يشتغل بالقضيه. اسراء انا بتشكر كل انسان وقف معنا بهيدي القضيه
وبقول الله لا يسامح كل انسان قهرنا وعذبنا. نحن مش بس نقهرنا من هدول، كنا نقهرنا من عم في ناس كنا نلتقي فيها على الطريق تقلنا خلص انتست هيدي القصه، ما بقى تنزلوا على الطريق. تصور واحد بيا مخطوف ما بقى تنزلوا على الطريق، هيدي انتست القصه، قصتكم صارت مثل قصه موسى الصدر، ما بقى تعذبوا حالكم. يعني تخيل يعني واحد فوق قهره يجي قهره اكثر. منى أنا بشكر الرئيس بشار الأسد لأنه لو ما هو وافق على المطالب الخاطفين بس وننا البنات هالنساء السوريات هلا هي بتعرف في صفقات كبيرة بس هي من الصورة هو يعطيهم الصورة هو بس يعطيهم الصورة طلبوا غطاء إن شاء الله. حسن أنا بشكر كل الشعب اللبناني اللي وقف معنا وكل واحد وقف بعكس بعكسنا نحن بعكس قضيتنا، يعني قضيتنا إنسانية معروفة يعني ينتبه لحاله لأنه نحن دعينا على كل واحد بيقضي. إيه والله هذا الشعور اللي حكيت عنه بروفيسور كرم رح نشتاق لك يا حجي، رح كلنا سوا رح نساعد بتأمين عريس للحجي حياة. لا ما حتشتاق لأ لأنه ما نروح ننخطف مرة تانية عشان طالب فين. لا شو رح تعملي بعد اليوم؟ وهيدي بروفيسور بدي أسألك سؤال أخير بعد عنا دقيقتين تعمل لي مداخلتك، إنه بحالة مثل حالة الحجي حياة العيشة الضجة والنجومية، طيب هلا رح ترجع على العتمة؟ تخاف عليها ما تخاف عليها. لا ما بدي عليها ايش ايش السبب انا رجعت حياتي طبيعيه كفي شغلي وبدي اتشكر الله سبحانه وتعالى اللي هو يسر يعني كل هاي الاشياء وهو يلي سخر ناس لخدمه هاي القضيه، ومش بس انا كنت السبب باطلاق سراح الزوار، العمل الفريقي يعني همه الاهالي اصرارهم على رجعه اهاليهم، عمل فريقي تم هذا الانجاز. بدي وجه تحيه خاصه للواء عباس ابراهيم يلي هو تعب معنا كثير كثير تحملنا، لمدير مكتبه العميد منير عقيقي كمان كان على طول مشاكل مسؤول عليه مع كل حال نحن كان مفروض يطلع لي وابراهيم يلي كنت انا حسه كنت انا انه انتقده من ميلي قال لهم معالي الوزير طيب كثير والملف بده ناس هيك تضرب بايد من الحديد، المعالي الوزير كثير كثير طيب، ف يعني نحن اعتبرناه كباي بنتشكره معالي الوزير مروان شريف. هلا زعلوا مين لانه ما جابوش سيره رئيس الجمهوريه، نحن بنتشكر رئيس الجمهوريه وبالنازل احسن من زعلوا. شكرا يا حسن. على كل حال بروفيسور كرم نحن عم نحضر حلقه كمان حول مساله الـ يعني ال ال انت شو بدك تسميها الحلقه اللي عم تشتغل عليها؟ الاضطرابات النفسيه. الاضطرابات النفسيه اللي اعطينا جزء من نتائجها البروفيسور كرم، بس اعتبارا من الشيء اللي شفته من اول الحلقه اليوم، نحن بحاجه لمواكبه نفسيه لمحررين نعم أم لا؟ ما في شك ما في شك بس هني مستخفين بهذه لا ما بيعرفوا مش مستخفين ما بيعرفوا بكرة من نحكي بالحلقة بعدنا عم نحكي بالموضوع اجتماعيا وسياسيا ومن لهم بس هي مسألة طبيعية هذا التوتر هذا القلق هذه الانفعالات توتر طبيعي بس في ضر وواحد لازم نعلم الشخص ونخبره ونسقفه مثل ما جربنا الليلة نسقفه وين بتصير في خطر على هو الشخص هو نفسه ونحن بتصرفهم وتصرفهم. بروفيسور كرم دايما كان إلى جانبنا، أنا بدي أشكر وجودك معنا يعني أعطيتنا كتير من وقتك الليلة حتى قبل ما تحضر على الهواء وشفتهم شخصيا لأحبابنا. علي آخر كلمة كلمة صغيرة بدي يعني وجه تحية للمسؤولين بالدولة مع لو أنه مثلا راح بيصير أنه تقصير أثروا معنا نحن وكنا مخطوفين نتمنى ما يأثروا معنا بس تحررنا. شكرا لكم طبعا هذا اللي بنطلبه. شكرا لكم علي ترمس، شكرا للكل. حجي حياة ما رح نشتاق لك، رح تبقي معنا في القلب وفي الذاكرة شكرا وبين أهداب العيون. شكرا. أهلا وسهلا فيكي بروفيسور كرم. شكرا إسراء، منى، علي، شكرا إبراهيم العظيم، حسن. شكرا لكل اللي تابعونا من أول حلقة لليوم، حلقتنا الأسبوع المقبل بين جنيف وليون الفرنسية، تابعونا بمفاجأة الحلقة المقبلة. تصبحوا على خير.